المدرسة. ما انا في الاصول ما كنتش اروح النهاردة. بس ماما صممت. عايزة ماما؟ استني. يا ابلة ماما. بتكلمين يا حسونة. يا ستي ماما. ايوة انا جاية اهو. يا ابلة ماما. حالا هخلص اللي في ايدي وجاية حالا. يا ستي ماما. طيب. يا ابلة ماما. طيب. الو صباح الخير يا ماما. يعني فيها ايه لو تيجي تقعدي معايا بدل قعدتك لوحدك دي؟ بس يا ولد دي بتاعت اخوك. ايوه يا ماما. حسن حسن والله بيموت فيك يا ماما. هخليه يجي يكلمك حالا. زيزو لا الحمد لله النهارده احسن. انا يا ماما احسن اتوبيس المدرسه وصل. يلا يا حسون يلا احسن تتاخر على الاتوبيس. اجري. باي باي يا حبيبي. باي باي يا حبيبي. ايوه يا سفرين نازل اهو. انت يا ست زوبة. ايوه. انت يا مجنناني. ايوه يا حسن. انت يا مدوخاني. ايوه. انت يا ست زوبة. حسونة ومشي؟ ايوه يا حسن. يعني سعاده البيه ابنك مشي؟ ايوه يا حسن. واصطبح وقول يا صبح. لا مش هصطبح كده كده ومش هقول يا صبح. وانا بقى مش راس كرومبا في البيت ده. انا مش مقطف مش شرابه خرج. البيت ده انا اللي فاتحه وانا اللي بصرف عليه. انا راجل البيت ده يا زوبه.
ماما على التليفون يا حسن، عايزه اكلمك. انت بتهدديني بامك وانا يهمني؟ الو حماتي، ازيك يا حماتي؟ وحشاني يا حماتي، مع السلامة يا حماتي. هي حصلت لي كده يا حسن؟ ايوه حصلت لي كده، وانا بقى كلامي في البيت ده قوانين، واذا ما كانش كلامي هيبقى قوانين في البيت ده انا اجيب ضرفه. خلاص ارتحت؟ قلت كل اللي جواك؟ لا لسه ما قلتوش. اللهم طولك يا روح حسن. نعم. قول يا صبح. مش هقول يا صبح، هقول يا ظهر. ويانا الصور دي النهارده. حسن نعم. اقصر الشنة حسن. مش هقصر الشعر. طب الصور دي بقى لو اتشلت من مكانها انا مش قاعده في البيت ده ولا سنه. لا يا زوبة، لا يا زوبة، حرام عليك، ده بيت ولا حر في الصور اللي تتعلق على حطامه. اولا ده مش بيتك، ده بيت عزوز، وقعد الشقة باسمه، وصولات الايجار باسمه. واذا كنت يا اخي بقى بتغير من عزوز، خلي عندك الشجاعة الادبية وقوم. ايوه بغير منه، بغير منه يا زوبة. يا عالم يا هو، جوز مرات الاولاني تتعلق صوره ببيتي ولا طقش؟ ده الراجل اللي لازم انساه عشان ابتسم للحياه، ده الراجل اللي معقدني في حياه اللي خلفوني، ده ضرتي. هاخد عليك يا حسن، مش ده عزوز اللي كان صديق عمرك؟ مش ده عزوز اللي كنت بتقول عليه لو قالك ارمي نفسك تحت قطر سكه حديد كنت ترمي من غير ما تساله؟ مش ده عزوز اللي كنت بتحلف ان هو عندك عازمنا امك وابوك واخوك؟ ايوه وانا اكرت ان ده كان شعوري من جهته قبل ما اتجوزك، لكن بعد ما اتجوزتك وحكمه ربنا، حكمه ربنا تغير شعوري من جهته. بعد لبت الدخله بثانيه بقى خصمي، بقى الراجل اللي ما بنامش منه الليل. مش كفايه ان يوم القيامه هتبقى مراته وانا اعيش من غير ست؟ اسمع ما اقول لك، هي حاجه من اتنين، يا صوره دي تنشال يا تبقي فعلا بتحبيه. ايه ده يا حسن؟ ده عزوز مات وشبع موت، وقيت تغير من واحد ميت يا عالم؟ ده انت حاطه صوره في كل حته، ادخل الصاله الاقي صوره، المطبخ الاقي صوره، اوضه النوم الاقي صوره، دوره الميه الاقي صوره. اصحى من النوم اصطبح بوشه، انام الاقيه قدامي، اكل الاقيه، افتح التلاجة الاقيه، احب مراتي الاقيه، صورته ومراتي عريس وعروسه، صورتهم يوم الخطوبه وهو بيبوسها، صورته بيلعب كوره، صورته بيشيل حديد، صورته وراكب حصان قال يعني ابو زيد الهلالي، صورته في الجيش قال يعني رمل، صورته بيضربني. ايه ده؟ ايه ده؟ غلبتني يا حسن. انا اللي غلبتك؟ ايوه غلبتني. الصور دي متعلقه في بيتنا من قبل ما اتجوزك. ثم انت ناسي ان انا مخلفه منه حسونه؟ لا يا اختي مش ناسي، وهي دي حاجه تتنسي؟ وانا بقدر افتح بقه طول مسا حسونه ابنك في البيت؟ تفكرين ايه؟ ما عنديش احساس؟ محروم من نخوه؟ ممنوع من الكرامه؟ الدم اللي بيجري في عروقي عصير باميه؟ طب قولي بس، اقول ايه للواد لما يلاقي صور ابوه اتشالت من مطرحه؟ ما تنطق. لا مش هنطق يا زوبه، الصور دي تنشال، تنشال خالص، تنحرق، تنحرق بجاز، تخرج من بيتي، تخرج من حياتي، افوق افوق يا عالم، انسى انسى يا هو، انسى ان مراتي كانت في يوم من الايام متجوزه اعز صديق ليا في الدنيا. يا زوبه انا بحبك، بعبدك عباد، خرب عليك، ريحنا ربنا يريحك ويريح قلبك. اخت عليك يا حسن. حسن. نعم. سونا. تنكر ان انا بموت، بموت في دباديب اللي خلفوك؟ اركب الهوا. طب ريحيني، حسسي على مشاعري. ازاي؟ حرام عليك تخليني اقرا عزوز، مع ان عزوز صاحب افضال علي، واعظم افضال يا زوبة ان عرفتي، عرفتك واتجوزتك. ما هو يا حسن يا حبيبي، لو عزوز ده راجل عادي كان معلش، تنكر ان عزوز كان غير عادي؟ ايوه انكر، ايوه انكر. هو زايد عن الرجال ايه؟ زايد عن الرجال ايه؟ ايد ولا رجل ولا ايه؟ ما تفهميني، يمكن اكون غبي، ما كل الرجاله زي بعض، بس انتوا مخكم فوت. يا حسن عزوز مات شهيد. ما انا كان في ايدي ابقى شهيد، بس استخسرت نفسي، قلت ارجع بطل اجدع. انت بطل وهو شهيد، هو مات في الحرب وانت انتصرت. انا عبرت، انا عبرت يا زوبه، انا اول واحد رفع على مصر على الضفه الشرقيه في خط مريض. يا رب يا
زهقت بقى من العيشه دي. انت اللي زهقت يا زوبه. انا في امكاني اكسر كل الصور اللي في البيت، لكن طول عمري راجل ما بحبش العنف، عشان كده متاكل لو شفت وشي بعد النهارده هلاقي صور عزوز فوق ظهري، اشوف وشكوا يوم القيامه العصر. تعال هنا. انت رايح فين؟ انت ما تسيبش البيت الا لما اطلعك. مش هطلعي. يبقى ما انتش خارج. حلوه دي، ابقى على ذمه راجل ويسيب لي البيت ويطفش. ابعت لك مصروفك انت وابنك كل اول شهر. واخد منك مصروف ليه ما دام ما انتش قاعد معايا؟ انا باخد منك مصروف عشان انت داخل وخارج عليا، يوم ما تمشي وما اخدش منك ولا مليم. انا مش بشحت. انت طلعني عشان ارجع اخد معاش عزوز من تاني واعيش بيه. يا ريت سمعت كلامك يا ماما. ايه بقى يا زوبة بتعيط لي دلوقتي؟ امك دي ما ينفعش غير واحد زي عزوز. يا زوبة ماما حماتي. السلام عليكم. ابعد عني ما تكلمنيش خالص. يا سلام. ايوه. انت عايز ايه يا واد بالظبط؟ عايز الصور دي تنشال. الصور دي مش هتنشال. ساترك هذا المنزل للابد. الى حيث القت. السلام عليكم. مع السلامه. تعالى هنا. انت ما تسيبش البيت ده الا لما تطلعك. مش هطلعك يا زوبه، مش هطلعك. شايفه يا ماما؟ نعم يا عين امك. دلوقتي شايفه يا ماما؟ يا ما قلت لك يا ضنايا، ده صنفي ساهي ويا ما تحت الساهي دواه، صنفي يتمسكن لما يتمكن. يا ما بص ايديك الحلوين دول عشان تبعد عن الفقر ده. واهو منابك الا انك اتجوزت منه واتحسبت عليك الجوازه. اطلع. وخلفت منه واتحسبت عليك الحلوه. اه يابا مالك يا مقصوف الرقبه؟ عيني. عينه. عيني يابا. مالك يا حسن؟ طرفت لي عيني. يابا احط عطر ازاي؟ انا هتنقرص في نين عينك لما دي عينك يا مقصوف الرقبه. امال دي تبقى ايه؟ ودني حبيبي هينط هيجنني. حد يا ولد حد من قدام عندي. تعال هنا. عايز ايه؟ ايه ولا كلمه؟ لا يا ماما بهدلي فيه زي ما انت عايزه جوه البيت بس ما يمشيش. عاجبك في ايه يا حبيبتي؟ ده وشه زي 6 اكتوبر. معلش. تعالى يا واد يا مقصوف. تعالى يا بنت. بقولك ايه؟ انت عايز تمشي من غير تفتيش؟ تفتيش؟ افتح الشنطه. احنا في الجمرك هنا. بقولك بلاش غلبه. اتفضل. يا نهارك اسود، ولما انت بتكرهه للدرجه دي ومش طايق تشوف صوره، واخد هدومه ليه؟ دي هدوم انا. يا بجح. يا بجح يا وقح يا منفعل. تعالى هنا. هدوم انا دي؟ هدومك دي؟ هدومي كانت هدومه قبل ما يقف عليا. بعد ما يفتح عليا خلاص بقت هدومي. ايه يا زوبه ده؟ اضحك يا زوبه. سيبها تضحك. انا حارة. ما تضحكيش يا زوبة. اضحكي يا حبيبتي على خيبته التقيلة. بتضحكي في وشي يا زوبة. طب اديني افاك وانا اضحك. حلوة. يا زوبة. خدي بقى
ماليش نفس اضحك زيكم. طب ايه ايه ده زوبة؟ ايه الوش ده بيفكرك بمين؟ مش غريب عليا والنبي يا ماما. يشبه فرو جعفر يا بنت. بالظبط. ادي هدوم المرحوم الفانيلا بتاعتك. كل ده لمه؟ اه شلع دامك. الشبشب بتاعك يا دوبك على قد ما الفانيلا بتاعتي. الجرافطه بتاعتي. جرافطه ايه؟ كله بتاعك. لم هدومك في بوقك وكل واحد يعرف حجمك. ساكن في بيته ونايم على سريره ومتجوز مراته ومش عاجبك ده ابوك اللي اسمه ابوك. ما فاتلكش الامل اللي فاتهالك عزوز. جيب السيره ابوك. اخرس. اقلع. اقلع ايه؟ اقلع البلوفر اللي عليك بتاع عزوز. مش كده يا زوبة؟ ايوه يا ماما ده بلوفر عزوز. اقلع بلوفر عزوز. ايوه اقلع 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 ابو ماله. اقلع. خد يا ماما. هات يعني امك. اقلع اقلع ايه الحزام اللي انت لابسه بتاع عزوز دلوقتي. يلا يا واد خلصنا. حرام عليكم. خلصنا. البنطلون. اقلع. الجزمه اللي في رجلك بتاعت عزوز جايبها له في عيد الام. عيد الام. الجزمه جايه في عيد الام. عيد الام. يا خلاص. اتفضل زوبة. شمع ماما. شمع ايه ده؟ انت لابسها ازاي دي؟ خد يا ماما. يا خلاص. اهدي الريحه دي جايه منين؟ دي مستوردة. ان شاء الله عدمك يا رب. يخرب بيتك يا حسن. يا دار امك يا حبيبتي. مش يا لهوي يا خرابي. كانت جوزها مندله بست النيله. يا اختي يا اختي يا اختي يا حمود. يا اخواتي حمود. ايه يا حماد؟ شم شم. اف بتنيق. يا نهار اسود. اف يخرب بيت اللي كان لابسه. الف مرة. يا خراب يا تريك. ده انت بقالك 3 سنين ما اشتريتش جوز شراب. شراب 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 شراب. الشراب ده بتاع عزوز يا عزوبة. هو بتاع عزوز بس ما تقلعوش. عشان خاطري يا حسن. لا لا اخر مره يا حسن هزلكوا. لا بنهزر معاك يا حسن. البس الغازات الخام. انا في عيب. ماما. نعم يا عيني. بقول لك ايه؟ نعم يا دنايا. انت هتسيبيه يمشي من غير ما يطلقني؟ او انا اللي هطلقك يا دنايا. انت على ذمه امك يا روح امك. إن ما كنت أدوغك في المحاكم يا حسن ما بقاش أنا بهية بنت عفريس. عادي ده لو عرفتوا لي طريق جره. شوف الله. والله يا زوبة أنا خليكي زي البيت الوقف. أنا زي البيت الوقف؟ آه. كلمني يا واد. أنت عايز إيه؟ مستني أتمم على حاجتي ولا أنسى حاجة وأرجع أخدها. يقولوا جاي يتمحك. يا سلام. أنا ليا في البيت ده 8 حاجات فانيلتين ده بس واحدة منهم. أبعد عني ما تكلمنيش. الله بتتمحك ليه؟ والجرافات؟ كلمني أنا. لم حاجتك ومع السلامة. والشمش؟ وعدهم. والبنطلون اللي عليا يبقوا سبعة. التامنة ايه؟ ابني ابني كنت هنسى ابني يا حبيبي يا ابني. ابني هي التامنة كانت ابنك؟ اه. الواد عنده الحاسبة ولا عايز تموت الواد؟ ابني وانا حر في ابني. حر فيه يعني ايه؟ ولا هتقولوا كمان ان ده ابن عزوه؟ والنبي انت بتسمعك وما عايز تنزل يا حبيبي يا ضنايا. تعالى لابويا. تعالى انت هنا مالكش ولاد عندنا يا مقصوص الرقبة. انا مش نازل الا ما اخد ابني يا ستين. عاوز ابنك؟ اه. خلاص روح هات المأذون يخلصني وخد ابنك. مش هجيب اي مأذون وهاخد ابني؟ يعني هاخد ابني؟ انت بتترقص لي. ما انتش واخده يعني يا زوبة. انا بقول لك بقى ما انت سيبني. بتضربيني يا زوبة. انت بتنده لي وماما واقفه. ماما مين؟ ماما مين؟ ماما مين؟ نهارك اسود ومنيل بست النيله. مش عارف ماما مين؟ تعال هنا يبقى صوب. معلش يا ماما سيبيني. اخر مره والله اخر مره بقول لك انا هدك وامنيك. انت افتكرت ليه؟ بنت زي لاما كده وراح حسن. اخر مره هو يا حسن يا ماما. انا مش عارف الدنيا. هو هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ هو ايه قاعد معايا لحظه؟ لا ده ده حكايه ثانيه. حسن حسن يا طنايا. يا طنايا. مراته مال ابني. بتقدر معاك يا عسل. يا زوبة. يا حمامة. يا حموات عسل بيداروا على شمع البلد ومش معلتي يا ولية. انا ايه؟ مراتي حمى حمى ايه؟ انا حمى؟ شلق لك حمى يا حيوة من خلقتي. انا خلاص انا ماشية. ما تمشيش. يا حلاوة. راجل ده اهو. سنكرت واخلص على اي حد يحاول يخرب بيتي. اي حد يحاول يخرب بيتي
هخلص عليه. عامله كده ليه؟ نزل المحطه الجايه يا بيه. اي حد يحاول يخرب بيتي يا زوبه انا هخلص عليه، فاهمه؟ ودي صور عزوز بقى. شيل يا اخويا بلا عزوز بلا هباب، روقنا منه. يلا ودي هدوم عزوز. بقول لك ايه يا حسن، ما تلم الهدوم والصور وترمي نفسك من الفرنده وراك دلوقتي. الواد هيجي. يا ماما اقعد الم بقى انا الحاجه من الشارع. انا اتبهدل في يا ماما دلوقتي. نقعد انا اتبهدل يا اخواتي. انا احدفك وراهم؟ اختشي على دمك يا جدع. انت مين يا ستي؟ انا ستك وتجرسك وحماتك يا مقصوف الرقبه. ايه اللي جابك على غيار الريق؟ ست طايشه تعمل لها ايه؟ حسن عيب كده يا حسن. اسكتي يا زوبه، دي ما ينفعش غير عزوز اللي كان شاكمها. لكن انا طيب، انا طيب من النهارده. انا مش طيب، انا مش ايه؟ انت نادلي يا حبيبي. ايوه من النهارده انا صعب قوي، فاهمه؟ انا نادلي. ايه رايك بقى؟ انا ايه؟ ايوه ما تتكلميش، انا ما احبش مراكز قوه في بيتي. ما خلصوا. كل سنه وانت طيب وعقبالك. قبل ما تيجي تضربي لنا تليفون. ما عدتش دخلالك بيتي يا اخوي. تهدديني بالمحاكم يا بهيه. معلش يا بيه. تهدديني بالمحاكم. معلش سامحني. واكل بصل يا مندل على عينك. ما بنتك هي زي القمر، زي القشطه، مقشطاني ونهباني، واخده اللي ورايا واللي قدامي، وارجع من الشغل اشتغل على تاكسي تاني عشان ادفع اقساط التلفزيون والغساله والبوتاجاز. بتقول ايه؟ ما قلتش حاجه. بتقول ايه؟ ان شاء الله عدمك ما قلت حاجه. اتكلمت ولا ما اتكلمتش؟ اتكلمي. لا ما اتكلمتش. ما اتكلمتش. انا اتكلمت. انا بصرف عليكي. وماله يا حسن؟ كل يوم زوبه بتبعت لك حله محشي كرنب على حسابي. محشي كرنب على حسابك؟ اه. محشي يا فتانه يا بنت الفتانه. معلش. ايه معاش جوزك التسعة جنيه؟ طز يا بيه. بتدفع ايجار 6 جنيه؟ بدفع يا بيه. انا بدفع الباقي. كفايه بقى يا حسن، اختش على دمك. بتكلمي عشان ما نشرج الغيره. انا ما عدتش داخله البيت يا زوبه. ليه يا ماما؟ انت لازم تاخديني معاك. انا مش ممكن اقعد معاه بعد اللي عمله ده. سجنني. سيبيها تمشي يا زوبه. سامع قله القيمه؟ لا بقى مش هسيبها تمشي، وانا بقى مش هعدلك في البيت بعد اللي عملته في ماما ده. انا مش شايف. معلش يا دنايا، استحمل عشان خاطر عيونك الحلوه دي. حقك عليا يا ابن شفيقه. انا لا يمكن اقعد معاه بعد اللي عمله في ماما ده كده. طب اخرجوا. انا هعقدكم واقول كل اللي كاتمه في قلبي. انا كان لازم اقلد عزوز من زمان. حلو قوي يا بيه. يا عقربة. يا عقربة. عقربة؟ اه. الله يرحمك يا عزوز. فاكره يا زوبه؟ كان دايما يقول لي يا عقربة. كان قليل الادب بعيد عنك، لكن انت مؤدب. رد يا ضنايا. ما ترديش يا ضنايا. كفايه شخط فيها بقى. سمع. ردوا على التليفون وانا موجود. الو من سيادتك. انا اللي مين؟ انت اللي مين؟ انا حسن الابونيه من سيادتك. ايه من ناحيه صوتك؟ هو صوتك؟ انا بعمل ايه؟ مالك بتبهبغ ليه؟ انا ما فيش حاجه. في ايه؟ بي 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 في ايه؟ في انت في ايه؟ بلا بلا ان لا اعدل معايا لحسن. انا ست عصبي اخدك على حنطور عينك. سيري بينا بلا انها يا حسن بشويش. بلا 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 انها يا بهلا انها يا بهلا. سيري بينا مالها لها لا انها يا زوبة. نعم. تعالي يا ضنايا. ايه؟ تعالي هنا جنبي. اهو جنبي. اكونش جوزتك واحد هندي وانا مش واخده بالي. ايه يا ماما؟ شوف يا ماما بيقول ايه. مش يا حسن في ايه؟ سيريفينا بلا. ايه؟ سيريفينا هلا. انها يا ابيه ليه؟ سيريفينا بيه انها ليه؟ انها يا اللي هي هنو هنو شكوري لبا. هنو شكورين؟ اه. هنو وشكورين. أيوه. امك اسمها صدناوي. ايه ايه حيوقفني يا اخواتي؟ فيه يا حسن؟ يا لهوي. ايه؟ زوبة؟ ايه؟ هو مين يا جدع؟ الو؟ ايوه يا فندم. ايوه النمره مظبوط. مين؟ مش معقول. مش ممكن. الحقين يا ماما. مين يا زوبة؟ هو. اهلا يا هو. ايوه يا عيني. علي صوتك يا جد. هو وات الو. الحمد لله على السلامه. طبعا طبعا دي مفاجاه كبيره. دي معجزه. ماما. نعم. هو 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 حسن. نعم هو يا حسن. حماتي. نعم هو يا حماتي. هو يا حسن. هو خرب بيتك يا بهية يا عدريس. لا خرب بيتك يا حسن يا ابوني. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انت ايه رايك يا ماما؟ مش عارفه يا بنت. يا دي الخيبه. يا دي الخيبه. اصحي يا ضنايا اصحي.
انا امك. انت عارف قال لي حسن؟ قال لك ايه؟ قال لي جاي لك يا عقربه. مدى؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ عارفه يا حبيبتي. ايه يا حسن؟ ايه؟ هنعمل ايه؟ 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 هو فين دلوقتي؟ دلوقتي في المطار. في المطار؟ في المطار. طب اقول لك ايه؟ ساعة بالكتير يكون هنا. خبر اسود. اقفل المفتاح. المفتاح. هتعمل بيه ايه؟ هلم الصور والهدوم اللي نطورها في الشارع قبل ما يجي يطينها على دماغنا. طب اجي معاك. لا يا ضنايا. بقول لك ايه؟ ها خلينا الف نفس يا حبيبتي واتصرف وانا هاديه. طب انا لوحدي هعرف اتصرف كويس. لمي كل حاجه. خلي بالك من نفسك. اللي يجي لها حقه ضاع. حسن نعم. انا مش مراتك يا حسن. طبعا انت شايفه غير كده. حسن نعم. قصدك ليه يا عزوز؟ انت فاكر ان انا مراتك؟ لا انت على ذمتها. نعم لازم نقول لعزوز على كل اللي حصل. طبعا حسن. نعم احنا ما غرقناش يا حسن. طبعا حسن. انا ما غرقناش يا حسن. طبعا حسن. مكتوب عالجبين ولازم تشوفوا العين. رجوع عزوز بعد 10 سنين؟ دي معجزة. يرجع بعد 10 سنين؟ يرجع ازاي؟ طب ليه؟ طب كان فين؟ عشان ايه؟ انت رايح فين؟ مش على هنا. الحكومة بلغتنا رسمي انه مات في العمليات وطلع له معاش. وكل العالم عزانا فيه. هو يعدنا الله. ما تفتحش الباب. ما تفتحش الباب. بتفتح الباب ليه؟ الباب افتحه. لا يا حبيبتي خليكي مستريحه. حسن نعم. قولي هنعمل ايه؟ انكرنك هنا جوه الشقه لحد ما نوصل وياه لحل. مش عاجبه الحل يروح يجيب البوليس وفض الاشتباك اللي بيننا. بقول لك ايه يا حسن؟ نعم. البيت ده بيتك يا حسن. احنا صرفنا عليه دم قلبنا وغيرنا العفش كله وبيضناه بالزيت. صح. وجبنا فيه التلفزيون الملون وانت اللي دفعت قصاص الثلاجه والغساله والبوتاجاز. صح. عزوز ما دفعش غير قسط واحد بس. ثم هنروح فين يا حسن؟ ما انتش عارف أزمة المساكن يا حسن. صح. عايزنا نسكن في القرافة يا حسن. والبيت ده جنب شغلك يا حسن. يعني هيرحمك من أزمة المواصلة. حسن نعم. انت راجل البيت ده يا حسن. ايوه انا راجل البيت. حسن نعم. البيت ده فيه مراتك وابنك اللي محتاجين لك. ايوه حسن. يبقى تشيل الكراسي ده هيت وتفتح الباب وتواجه كل الناس دي. بحبك يا حسن. 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 اتفضلي جوه. ايه؟ انا ما عنديش حريم تتكشف على رجاله غرب. حلاوتك يلا افتحله بقى. امال ايه؟ عايز ايه بحبك يا حسن؟ انا اللي هدد امن بيتي اخرب بيته حتى لو كان ابويا. ما كنا مرتاحين منك يا اخي. مع السلامة. لا ايوه جاي. ايوه مين عزوز؟ في ايه؟ استاذ حسن. يا استاذ حسن. استاذ حسن. استاذ حسن. الله مين انت؟ انا حسن. حسن مين؟ حسن الابونيه. انت حسن الابونيه؟ ايوه بيه حسن الابونيه. متاكد ان انت حسن الابونيه؟ يا بيه سيبت ركبي في ايه؟ في ماكو يا بيه. مكواجي سيد عبد العزيز المكواجي الجديد اللي عندكم هنا على الناصر. عندك مكوى؟ عندك ايه؟ عندي. عندك ايه؟ بنطلون وقميص. فين البنطلون؟ هات البنطلون وانا راجع اخد القميص. اتفضل. ده وقت مكوى؟ ده البنطلون؟ ده البنطلون. لسه القميص. تعالى خد القميص. ده وقت مكوى؟ حسن. نعم. بقول لك ايه؟ ايه رايك في الفستان ده؟ ايه ده؟ ايه؟ عاوزة تلبسي اسود ليه؟ انت ناسي ان انا ارملته يا حسن؟ انت مش ارملة حد. انت مراتي انا. نسيت ايه؟ نسيت ان انا مراتك. يا خرابي. ايه؟ انت ما تلبسيش اسود اللي عليا انا. حاضر. روحي غيري الهبات ده. هو يا حسن. هو مين؟ عزوز. عزوز مين؟ اعمل ايه يا حسن؟ انا اللي اعمل ايه؟ انا اللي اعمل ايه؟ خش جوه. خش جوه. ايوه ايوه ايوه. قبل ما يجي بعد 10 سنين يا اخواتي. دي حصه ايه اللي احنا فيه؟ ايه عدل يا مقلوب؟ هتنقطني يا اخيانا يا غلبه.
حماد. عايز ايه من حماتك حمى؟ حماد ما تخلي الزوبة تلبس الفستان الاسود يا حماد، حرام عليكم، ما حدش يلبس اسود عليا ولا عايش. قول لي يا حسن يا حبيبي. نعم. انت حد في عيلتكم بيشتغل معددات يا ابني؟ ما تعدل لحسن اخد بنتي وامشي واخليك تقابل الوحشه. انت عارف من اللي جاي ده عزوز، وبعد 10 سنين هيخرب بيت ابونا جميعا. انت لازم تعملت في ايه هو وزوبه؟ يا خرابي على اليوم المدوحس اللي احنا فيه. زوبه ايوه، انا اعصابي بقت كريم بجورجيت يا طنيه، مش قادره استحمل. وانا زيك. بقول لك ايه، اروح المدرسه، اوصل المدرسه اجيب ابنك واكي. لا يا اختي، هو هيجي بقى في اتوبيس المدرسه. طنايا يا حبيبتي. طب اقول لك ايه، ايه رايك في الفستان ده؟ فستان ايه يا بنت الهايفه دلوقتي؟ احنا في وقت يا زوبه. ايه يا ماما، احنا محتاسين. اسمعيني. نعم. اسمعي يا قلبي. ايوه. ابنك صغير عارف ان ابوه مات، الواد يرجع يلاقي ابوه صاحي، الواد يجي له انفصام في الشخصيه. هو اللي هيجي له انفصام في الشخصيه؟ ما تروقي على امك يا ايه يا زوبه. والنبي تلاقيك خايفه تقابلي عزوز. انت نسيتي عزوز يا خبر اسود؟ انت نسيتي كان بيعمل فيا ايه وفيك ايه؟ اذا كنت نسيته اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرى. اسكت اسكت. شفت بختك النايل؟ 6 كوبري 6 اكتوبر، كوبري 6 اكتوبر، وشه طالع نازل يا اخواتي. وحدوه. ايوه حسن. أيوة. اصحى معايا. ايوه اصحى يا حسن، خليك على مستوى المسؤوليه اللي احنا فيها. أيوة. انا سايبه زوبه امانه في رقبتك، لو جرى لها حاجه همسح بك البلاط. دي تحوشت العمر كله يا ابو علي. اصحى يا اخويا اصحى. أيوة. يا خرابي ماما، خافض القطاره يا اخواتي حموت. اوعى تبعتي الواد والزواغ انت. ضنايا. نعم. التاكسي تحت، مش هلاقي تاكسي تاني، وانت عارفه الازمه المهندله اللي احنا فيها. طب بسرعه اوصل اودي داني المكوك يجيبهولك واجيب الواد. بس خد بالك منها يا حسن. اصحى خدي بالك من نفسك بسرعه والنبي يا ماما. انا في السكه يا حبيبتي. مسكت زوبة. ايوه حسن. زوبة. ايوه حسن. انا تعبان يا زوبة. وانا كمان يا حسن. انا جالي اسهال يا زوبة. وانا كمان يا حسن. النهاردة أطول يوم في التاريخ وأحقر يوم في حياتي. يا أخي اعتبر إن القيامة قامت وقابلت عزوز، ما هو نفس الموقف. النهاردة أصعب عندي من يوم القيامة. يوم القيامة هقدر أستخبى من عزوز في وسط 5000 مليون إنسان. يوم القيامة عزوز مش هيبقى فاضلي ورا حساب. ازيك يا خيش؟ وحشتونا هلا. الله عجزك يا بليا. ازيك؟ اخوك 10 سنين في العطارين. بس مصر حلاوة حلاوة. والله البلد حلاوة حلاوة يا جدع. يا راجل ازيك يا عتريس؟ ازيك؟ ايه اللي حاصل في البلد هلا؟ ده ايه الحلاوة دي؟ ده ايه الحلاوة؟ ده انا شفت الهوايل في المطار يا راجل يقدموا لي كوباية شاي فيها كيس. والله العظيم تحط الكيس تلاقي شاي. ده سحر يا جدع، ده سحر. ايه ده؟ وايه الاوتوبيسات ابو سنجة دي؟ الاوتوبيسات اللي عاها اسمها ايه؟ الطلري. حلوين يالا، شكلهم زي القمر، بس ما بيمشوش خالص. ليه ده واقفين خالص؟ هيمشوا ان شاء الله ان شاء الله. وايه الفكهانية الكتير دي؟ ده منين ما انت ماشي فكهاني فكه؟ واسمين المحلات نصين، النص بوتيك والنص فكهاني. بحاجة فكهاني يبيع باروكة؟ باروكة يا راجل. اقوله تبيع باروكة ليه؟ يقول لك عشان ما فيش بطيخة تطلع قرعة. اروح
روح للعيال. سلام يا باليا. عزوبة ابو سبعة رواح اديها حضني. ازيك يا زوبة؟ اشوفه 10 سنين ما بفكرش الا فيه. انا جبت ولد ولا بنت؟ ولد يا عزوز. ولد ولد. انا عارف انه ولد. انا راسم عليه من ايام الخطوبة. شفتي جبت له ايه عشان يطلع مزيكاتي زي ابو؟ شوف انت جبت لك ايه؟ ايه عزوز؟ الهنا كله. ايه عزوز والنبي؟ الهنا كله. شوف الحلاوة. ايه ده؟ مش نوم ما حصلش لسه. ما حصلش. ده مش نوم؟ مش مال عربية نقل. مش اخر موضة ده. اخر صيحة السنة دي. لا طلع في مجلة ولا سيمة. السنة الجاية هتلبسه ده. هيبقى ده القميص. شوف الحلاوة. هو في عيب انا عارفه. ايه هو؟ هو لا شتوي. شتوي انما ممكن شوية فحم يبقى هنا. ده الليلة. ده الليلة عيد يا خل. ده الليلة عيد. نفس ابوس اي حاجة. نفس ابوس الحيطان والشبابيك. نفس ابوس القدم وفي الندم على غلطتي في حق الغنم. ابو الوفا. ازيك يا حسن. ولد يا عزوز. ولد كده. طبعا بس كده شوية فوق. كده؟ سميتيه ايه؟ اخص عليك يا عزوز. احنا مش كنا متفقين قبل ما سافر ان احنا نسميه حسن. وان دلال نقوله حسونة. حسن بالاذن. صلاة الحمام. حمام ايه يا عزوز؟ الحمام ليه؟ النهاردة هتنزلي فيا تليف لحد اما تبان الفانيلا. مجلخ. وده معقول برضه يا عزوز؟ ما انت شايف اللبخة اللي احنا فيها ده؟ احنا في مولد والطبيخ جوه على النار. طبيخ ايه؟ طبيخ. ايه الطبيخ؟ في طبيخ ابدا من طبيخ يا زوز. انا بكلم حد تاني. ابدا والله يا عزوز. امال مش معايا؟ معايا. يا ابا يا خرب بيت ابوك يا حسن. اصل المفاجأة كانت شديدة عليه قوي. انت ما انتش عارف الاحاسيس اللي جواه. اصله بيعزك قوي يا عزوز. هتقوليلي على حسن. ربنا يخليك يا حسن. ربنا يخليك لينا على عظيم يا طيب يا امير. طبعا ما حدش كان بيسال على اهل الغير ده. هو انا كنت ممكن اثق في حد غير حسن؟ حقيقي لو ادنا صوابعنا العشره شم مش هنوفي واحد على 1000 من جمايله. الواد ده فيه خير لو توزع على الدنيا تبقى عمار. حد يكون مش يوم يجيب اجل. وبعدين معاك يا حسن؟ تعبان يا زوبة عايز استريح. عايز تعبان. بيفضفض. حسن حبيفضفض. فضفض يا حسن. فضفض يا حسن. معاك حاجة تفضفض فيها؟ ايه ده؟ انت لسه ما بتشيلش مناديل من يوميها يا حسن. الواد ده أول واحد أفتكره في المطار الندل ده. مش معقول. الناس كلها واقفة أقول لهم ازيك يا حسن؟ يقول إيه مقطورة؟ عمالة وحشك يا بور يا مولع. فاكر يا حسن يا بور يا مولع؟ وعنك شد وركه تعالى يا خير على سيد الحسين. ايوه مذاكر. انا مذاكر. كنا مسمينه اليتيم. انا اتولدت في الجمعه اليتيمه. لا قول لها اتولدت فين. ما فيش داعي. لا مش عيب. تكسفنيش قدامها. مش عيب. هو كان بايدك وانت كنت فاهم حاجه ساعتها. معلش. اقول انا الواحد يلاقوه قدام جامع.
ده لقيناه في ماسورة مية وخوخ. يا سلام يا سلام، طبعا افتكرتوني موت. لا مش احنا بس، الحكومة بعتت شهادة باسم عليها النسر انك موت، وعملنا لك ميتة منما ايه طبها خالص، كان مال الشارع كله. ميتة؟ عملتوا لي ميتة؟ طبعا ميتة مصوان وكهارب ولمض. مش ميت وجبتوا عدوية. مين عيط عليا يا زين؟ كل الناس، ناس نعرفها وناس ما نعرفهاش، امم 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 كده. طبعا امك فرح. ها؟ زغراتك عارف انا. افضلك يا عزوز، هو انت لسه بتكرهها؟ نكره؟ حد يحب عقربها؟ حبهاش تخش بيتي؟ ولا انا. ولا انت ليه؟ ازيك يا زوم؟ تعالي دلكي لي كتافي زي زمان. حاضر. عشان امكانه بقى. حاضر ايه؟ حاضر ايه؟ محدش هيدلك له كتافه غير. اسكت يا عزوز، مش دلالك معاش؟ وادوك نشان الشجاعه. بس. والعلمه كان عبرت. وادوني نجمه سينا. ايوه انا واخد نجمه سينا. بجد؟ نجمه سينا. عبرت يا حسن. ايوه. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. يلا بابورين. بابورين ليه؟ احنا جبنا سخان بالبوتاجاز. احنا مين يا ابني انت هتكلم مخي؟ مين يا زوبة؟ اصل حسن بيعتبر نفسه واحد مننا. حشري. حشري. طب يلا على الحمام. ليفي لي ظهري. ايه؟ ليفي عن اذنك يا حسن. محدش هيليف لك ظهرك غيري. ولا حد داخل معاك الحمام الا انا. انت مستعصبني يا ابني. عزوب. عزوب. تعال يا ربي. عزوز مالك يا حسن؟ احكي لي على الغيبه الطويله اللي جبتها يا عزوز. احكي لي عملت ايه في العشر سنين اللي فاتوا يا عزوز. يوه، عشر سنين فاكرهم زي دلوقتي. طلبونا للاحتياط 4 يونيو 1967، وصلنا خان يونس تاني يوم كان كله نار. قعدنا نضرب، المدافع بتاعتنا من كتر الضرب اتنت، وصدرت الاوامر على طول الجبهة فركش فركش فركش. ليه الفركش؟ فركش، كل واحد يتفركش في موقعه. قعدنا نضرب، كنا 7000 بقينا 5. 5 مش 5000، 5 بس. الشاويش سيد كان اخر قائد فضل معانا، قال خلاص يا اخوانا، لا معانا لا سلكي ولا ما سلكي، معانا راديو بايظ. ضربناه نطق. سمعنا بقى الاذاعه بتقول بشرى نهر. بشرى يا اخي العربي، قد اخذتم تل ابيب يا عرب. اين انت يا ديان يا تافه يا حقير؟ قلنا 100 فل، حولنا على اسرائيل، لقينا نفس المذيع بتاعنا بيقول بشرى يا عرب. اين انت يا ديان؟ اسرائيل تقول له في رفح. اين انت يا ديان؟ في الجولان. اين انت يا ديان؟ في الضفه الغربيه. نحاول على مصر نلاقي بشرى يا عرب. اسقطنا 200 طياره يا عرب، 300 يا عرب، 301 بل 302 من يزود، 303، 310، 310. فلنتعاون يا اخي العربي في كل مكان، فلنتساند يا اخي في الكويت،
فلنتعاون يا أخي في السعودية، فنيالك يا فاعل الخير والثواب. بشرى يا عرب، أخذتم تل أبيب يا عرب، وإحنا لا أخذنا تل أبيب يا عرب، ولا أخذنا تل طوار يا عرب، وأخذنا بومبا يا عرب. فونا فونا، ما فقدناش الأمل. كنا خمسة، كنا أحلى خمسة فدائيين طلعوا في الدنيا. هجمنا عليهم مطر بقى، فضلت أصروني ثلاث سنين هربت. اشتغلت عند عربي. ده خلي ابننا يا زوبة. وملك مرعوب قوي كده ليه؟ هو هياكله؟ لا لا لا، لو عمل في ابننا حاجة نروح فين له مال؟ هيعمل فيه ايه؟ هو لسه عارف حاجة؟ ده سنه 10 سنين يا زوبة. عشر سنين يا اخوان، انت ما بتاكلهوش خالص؟ لا طبعا بناكله. امال ماله يا عم؟ نزل عليه تخفيض. 10 سنين ايه؟ حد يقول لي حاجه يا اخوان. ما اقول لك انا، اصل هو مقهور عليك. مقهور؟ اه مقهور. طب واللي يتقهر يبقى كده اهو. طب ما احنا اتقهرنا، ما بقيناش كده ليه يعني؟ هو تلاقي كده عنده 10 اشهر بس. كم؟ 10 اشهر. اصله تعبان. نايمه في سريره غطيه. 10 اشهر. ازاي اخلف انا من 10 سنين اجرئيه في 10 اشهر؟ معتقلينه جوه. يا زوبه. ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ ايه يا شباب بتتكلم لجوه؟ ايه؟ حاسك انت غبت مده طويله قوي يا عزوز، وحسيت حاجات كتير قوي المده ديت ما كانتش هتصدق ابدا انها تحصل، ولازم يا عزوز صلي على النبي. اللي حفشتك يا سامح بالراحه نفهم يا مصيبه. بالراحه بالراحه بالراحه. تفضل. طيب احنا يعني. لا انت اختاري، احنا ولا انت؟ لا انت بس. انت بس. انت بس. انت اصلا غبت مده طويله قوي، وحصلت حاجات في المده ديت ما كانش حد بيصدق خالص ان هي تحصل. واخدت المده. هتيجي معاك هي بس بالراحه. بالراحه. انا وصلنا لحد فين؟ انا ما فهمتش حاجه غير احنا. انت لا انت بس. انت بس. انت بس. اتفضل. انت انت اصلك بصراحه اصلك انت شويه بس، ده في كارثه هنا. ايوه اصلك بقول لك يا عم استنى يا عم استنى شويه بس. او حسن مهلا هلا. انا مش فاهمك خالص. اللغه اتغيرت يا حسن. ما هو بيتكلم عربي اهو. عربي؟ هلا به يا به يا ده عربي. هلا به يا به ده ولا فيومي حتى. هلا به يا به يا ايه؟ افهم يا ناس. انا فاهمك. افهم يا ناس. انا هفهمك بس خليك معايا. انا معاك. انت معايا دلوقتي؟ انت اصلك غبت مده طويله قوي يا عزوز، والواد ده مش ابنك يا عزوز. مش ابني؟ ايوه ابنك في المدرسه وزمانه جاي. ابن انا في المدرسه؟ امال البتاع ده بتاع مين؟ بتاع ايه يا حسن؟ اللي كان في ايدي ده. انا ما شفتش حاجه. انت شفت حاجه يا حسن؟ لا. ولا انا؟ نعم طلع في ايدي. انا ما شفتش حاجه. انت ماسك عيل بتقولوا عليها. العيل.
العيل افتكرت. الواد يعني. الواد. انت عايز الواد ولا العيل؟ ما انا هقول لك. ابني. ابن حسن. ايوه ابني. انا ابوه. وهو ابني. ابنك انت اتجوزت يا يخرب بيتك. ايوه اتجوزت. اتجوزت من ورايا. ايوه من ورايا. مين؟ واحدة عظيمة. مين ما انا عارفها. واحدة عظيمة. مين؟ البنت دوشمة بتاع الترشي. عارفها. هي مين؟ امال مين؟ دوشمة مين يا راجل؟ امال مين؟ ما تقولش دوشمة حد. طب مين بس؟ حد يسمعك. طب مين هي؟ انت خايف ولا ايه؟ طب احكي لي. حلوه يا حلوه. ايه حلوه وحشه انت مالك؟ وبعدين معاك يا حسن. ما انت شايفاها يا زوبه. طب الواد ده ايه اللي جابه هنا؟ انا اللي جبته. انت اللي جبت الواد؟ هو اللي جابني. الواد ده جابك يا حسن؟ ابويا اللي جابه. ابوه مات. ابوه مات حسن. الله يرحمه. امه بقى. امه بقى. امه بقى هي موظفه. لا زعلان معاها شوي. لا امال ايه مطلعها؟ لا ماتت. ما ماتتش ربنا يخليها لي. احب اقول لك انا عايش هنا. هنا فين؟ انا عايش هنا. هنا في بيتي. في بيتك هنا انا وابن ومراتي عايشين هنا. ما انتش عايزنا نقعد هنا؟ اخد ابن ومراتي ونمشي من هنا. ما تاخد لك قلمين. ما تنخع لك قلمين. حظوظ خليك معايا. غريبه جدا. انا هفهمك بس خليك معايا. أيه. انت طبعا تعرف ازمة المساكن. أيه. كنت قدرتها في اولها شوية. أيه. انما دلوقتي ايه بقت لعنة عشان تلاقي خرم ابرة تدفع فيه الوفات. مساكن. 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 انت خايف لازعل لما اعرف ان زوبة قوتك في بيتنا. بيعاني. يا ده احنا نشيلك في عينينا يا حسن. يا ده. احكي لي فين مراتك بقى. عاوز ايه منها؟ مالكش دعوة بيها. هتخبي مراتك عليا. ايوه بخبيها عليك. ليه خايف ولا ايه؟ ايوه خايف. فاهم ان انا بورم زي زمان. ما خلاص يا حسن الشقطه ده خلاص والحاجات دي. وبعدين مش معاك المسائل دي. ده انت حسن عارف يعني ايه حسن. انت تقدر تبص لزوبه بصه مش كويسه. يابا لو شعورك من ناحيه زوبه هو نفس شعوري ناحية مراتك. يا عبيط يا حمار. يلا احكي لي بقى فين مراتك. مراتي موجودة هنا يا عزوز. هنا فين؟ موجودة هنا. وانت تعرفها كويس قوي قوي. وهي من اقرب الناس ليك قوي قوي يا عزوز. اقرب الناس؟ ايوه من اقرب الناس ليك. هو ده اللي حصل. حصل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ الا كلمه يقول لي هبرر. اهدى. اصبع عن. اصبع عن مين؟ كل شيء اسمه ونصيب. ده مش نصيب ده نصب يا حسن. اعمل ايه؟ ده انا هقطعك للتلاع. يا خرابي يا خرب. تتجوز حماتي انا. امتى حسن؟ امتى حسن يا حسن؟ اتجوز امك. اتجوز امك. طبعا امك ما صدقت يا جواز. ولزق يا عباس. حبيت ايه؟ طبعا انا ما فيش بيني وبين حماتك اي علاقه. امال مع مين يا حسن؟ انا ما اتجوزتش حماتك يا عزوز. امال مين يا حسن؟ انا اتجوزت زوبه. زوبه مين يا حسن؟ زوبه ديت. زوبه ديت مين يا حسن؟ ديت ديت اللي في ايدك دي. ايوه زوبه ديت. ده انتوا نهار ابوكوا ملوش ملامه. يابا يابا. اتجوزت مراتي يا حسن؟ مش انت اللي قايل له انا بودعك خد بالك منها. خد بالك منها مش تلهفها يا حسن. خد بالك. خد بالك. خد بالك. خد بالك. مش ايه يا حاجه.
ايدي دي هتعملهم عليا. الله يا صاحبي. مش صاحبك لشوط وشك بالجزمة. يا بابا. طب نتفاهم. نتفاهم في مراتي. نتفاهم في الاولاد. وانا اللي راجع بيتي بقلب مفتوح واحلام بالالوان. وفاهم ان بيتي صامد عليه رايت انا. اجل مراتي تروح وتتجوز مين؟ البني ادم اللي عارف كل حاجه عن اي حاجه. البني ادم اللي كان بيقف على السلم واحنا في بير السلم يراقب لنا الجو. يراقب لنا. ده انت كنت اكتر من اخويا يا ند. ما ساعات الواحد بيتجوز مرات اخوه. بس مش مرات ابوه. ده انا ابوك يالا. ده انا ابوه. ده انا مربيك على ايدي دي. ده وانت يا اختي. اتجوزت ليه ده؟ اديني سبب واحد يخليك تتجوزي الشيء ده. قولي اي حاجه. وتتجوزوا فين؟ في بيتي. ناموا على سريري طبعا. ومعلقين صوري. معلقين صوري ليه يا حسن؟ ما دوستوهاش بالجزم ليه؟ ولا عشان الناس تقول يا سلام شوف الاخلاص يا اخي. شوف يا اخي اتجوز مراته بس معلق صوره عشان يوحشه. يا حنين يا حنين يا رسيم حبيته بقى. اقول لك انا حبيته بعض. قبل الجواز ما كانش فيه حب، بعد الجواز حصل. ما انا لو ما كنتش اتجوزتها كانت حماتها اتجوزتها لاي حد غيري. كان كل يوم بتجيب لها عريس. فقلت انا اولى. ايوه حسن كان الاولى. هو اللي يقدر يحافظ على بيتك ويعشش على مراتك وابنك. يعشش. ايه يعشش دي؟ انا اروح احارب وهو يعشش. لازم تنتحروا حالا. ننتحر ليه؟ مش ليه؟ احنا ما غلطناش يا عزوز. انا سجنتك 9 سنين وده حق الشرعي. حق شرعي ايه؟ امرنا نط من الشباك. حسن. نعم. فكر في ابنك يا حسن. مش منتحر. علي وعلى اعدائي كله هيتكسر. حسن خلي بالك. تعالى حسن. 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 ماما. ماما ماتش. بابا رجع. انا بحبك يا بحب عمو حسن. وبحب تيتا. وبحب اخويا الصغير. وبحب بابا. ابني بابا. الو صباح الخير يا تيتا. مال صوتك تخين كده ليه؟ ماما قافله عليها اوضتها هي والباب الصغير. عمو حسن ده بابا حبسه في اوضه الصالون. انا نمت هنا في عند بابا على الكنبه وطول الليل قاعد يحكي لي عمل ايه في الحرب. هو حلو بس بيخوف. كلنا خايفين منه حتى الباب الصغير كل ما يسمعه بيزعق على طول يوم معايير. بتكلم مين؟ تيتا. مين؟ تيتا. ايه تيتا دي؟ يعني ايه تيتا؟ ريه. الو ازيك يا وليا؟ ازاي؟ هو انت تيتا؟ عزوز حابسهم؟ اه ده بيتي وانا حر فيه. بقولك ايه؟ ما تبيش تتكلمي هنا تاني يا تيتا. لولا يا تيتا دي لو اتكلمت تقفل السكه في بوزها على طول. ها؟ عيب يا بابا. حد يكلم حماته بالطريقه دي؟ بلا حماته بلا بتاع. يلا افطر بسرعه. يلا شبعان. اما اقول لك تفطر لخنفك على بوزك. اتفضل افطر انا ما عنديش هزار. يلا اكل غصب عني. هو بالزر الحكايه بالمنطق. بايه؟ بالمنطق. ده بالزيت الحار. بالمنطق هتتفلسفونا. انا قلت لك ماليش نفس اكل. ليه؟ هو قهر. قهر؟ تعال خد. ايه قهر؟ انت زعلان مني؟
لا، هو في حد بيزعل من بابا؟ طب زعلان ليه؟ اولا ماما قافله عليها اوضتها هي والبيبي الصغير. وثانيا حضرتك حابس عم حسن في اوضه السرير. وده يعتبر افتراء. شوف بقى، عم حسن مات. بابا اتقل. لا انت هتخطبني. اسمع الكلام يا ابني، اسمع الكلام. عم حسن ده حرامي. حرامي. قول معايا. حاول عشان تتعلم. حاول بس اقتنع. هو سرق منك ايه؟ سرق امك. سرقني يا ابني، سرقني. وشوف ابوك، ابوك بقى زي البلياتشو. اي في كل حاجه، كله على مقاسه هو بس. بابا. نعم. هو حضرتك مش كنت موت؟ كنت اتقهرت عليك انت يا ابني. يعني حضرتك طول المدة انت كنت بتحارب؟ اي ابوك راح يحارب. دول ارانب. يعني حضرتك حاربت اكتر ولا عمو حسن اكتر؟ ما تجيبليش سيرة عمو زفت ده. عمو زفت مات، واللي هيقول اسم حسن في البيت ده هخفز بيه الارض. واسمع، انا هغير اسمك حسن ده كمان. تعال. ليه يا بابا؟ قال لي حسن ايه؟ يعني ايه حسن؟ حسن يعني كويس. حد محترم يسمي نفسه كويس؟ ايه كويس؟ يشكر في نفسه اول ما يتولد يا ابني. يبقى في اللفة وكويس. منين؟ منين في اللفة ويبقى كويس؟ عمل ايه؟ بأمرة ايه؟ ما الواحد ما بيسميش نفسه. قال الآباء يزرعون الحشرم والأبناء ينضغونه. ايه ما تقولي نشرة الأخبار. انت بتقول ايه؟ مين اللي بيعلمك الحاجات دي؟ اسمع يا عادل، انا هسميك وحيد. حلو. ما هو انا مش وحيد، انا ليا اخ اسمه زيزو. ما تجيبليش سيرته. ايه اتفضل بس. يالا بس يا اوس اوس. مخلفين برص يا ابني، عايشين مع براس احنا. حاجه غريبه. هقول لاصحابي في المدرسه انا غيرت اسمي ليه؟ هو انا تليفون بيغير نمرته؟ ايه ده؟ عربيه المدرسه. دي عربيه مدرسه؟ دي بتركبه بلدوزر يا ابني. ايه ده؟ ايه ده؟ مدرسه ايه دي يا ابني؟ خلي بالك من نفسك. طيب ها، يلا مع السلامه. انا اللي عايزك تاخد بالك من نفسك. فاهم يا عزوز؟ فاهم. هو في عدل. هو في عدل تاخد على كده. هو في عدل. ايوه كده. يلا حبيبي إب. مع السلامه. اب خلي بالك. ها اب. مع السلامه. اب بقى. ايه اب دي؟ اب كده لزوم الحلاوات والفرفشه. فلوس. الفلوس اسمها اب. اخ ولسه يا منشور. اتفضل يا عم اتفضل. ريال ريال. ابوك كان يشوفه يقع. يبص للريال وحرير. ريال اهو. يلا اصرف على العيال. ها اوعى حد يصرف عليك. انت الجدع وانت الفنجري. ها خليك زي ابوك. يلا مع السلامه يا حبيبي. والله ده عم حسن كان بيدفع اكتر. يا حسن وحسن اتفقنا مع عم حسن. بابا عايز ايه؟ ايه حكايه وحيد اللي انت طالع لي فيها دي؟ غوري يلا. روح يلا روح يلا روح على العوض. على العوض في الخيل. الواد قد كده يقول لي ده قهر. قهر؟ امال لما يكبر هيقول دول عدم الانحياز. سلم. افتح يا بيه. بتدق ايه؟ افتح يا بيه. مش فاتح. افتح حرام عليك. بقالي الدم ما دخلتش دوره الميه. عندك البتاعه فوق. ابعت واحده تانيه. بسرعه.
كيفت كل حاجة يا هبل، كله على مقاسك، حتى بدلة الفرح ما عتقتهاش. بدلة حد يلي يتزفف بدلة فرح منك، حتى الولية بقت على مقاس هيفتك يا هايف. خلاص خلاص تعالى. ناوي تعمل ايه بقى؟ مش عارف. سلام عليكم. خد يا ميلة الصناعة. ناوي تعمل ايه في المصيبة اللي احنا فيها دي؟ انت عاوزني اسيب لك مراتي يا عزوز؟ مش مراتك، مش مراتك. انا ما اتخلقش اللي ورثت بالحياة، اللي ورثت بالحياة هدفنه بالحياة. وعارفني انت يا ابني؟ عارفني ولا ابوش عارفني؟ انا بيني وبينك كلمت حماتي تشوف لنا واحد محامي يفض الاشتباك اللي بيننا بالشرع والاصول والقانون وعلى سنة الله ورسوله. اهم حاجة يفض الاشتباك اللي بيننا. اشتباك؟ انتوا عملتوها اشتباك؟ بكرة تجيبوا لنا قوات ردع في البيت. اشتباك يا حرام، اشتباك ايه؟ انا عملت فيك ايه عشان تاخد هدومي تحبس؟ هدومك؟ هدومي. انت ليك ايه في البيت ده؟ كلسونين وجرافطة وشبش. ممكن تجمدهم لي ببلوفر؟ نفسك في حاجة قبل ما تموت؟ ايوه نفسي افطر. تفطر؟ ايوه افطر. انت نقرت اللقمة ازاي؟ انت شفتها بظهرك يا استاذ. ايه كله نتسمم بيها؟ كله. انا خايف تعمل فيا حاجة وانا بفطر. اعمل ايه؟ ممكن تموتني وانا بفطر. لا ما تخاف. شفت؟ لا يا عم اديني الامان وانا بفطر. اديك الامان؟ خلصنا بقى افطر بقى. لا يا عم احلف. وحياة ابني ما هعمل فيك حاجة الا لما تفطر. وانا علي الطلاق بالتلاتة، ما انا فاطر لغاية يوم القيامة. سودا بيضاء الوان خيافة
فظيع. كنا من الأشواق حنضيع وتقطعنا من جوا تقطيع. ورصيته على اغلى شيء في حياتي. رجعت لقيته ورصي بالحيوي زاد اعلان وفاتي. خد مكاني حط مكاني خد مكاني حط مكاني. ما تقولوا لي يا اخوان والقانون. هو فين علشان اسلمه لعشماوي علوه من رجليه زي موسوليني؟ النهارده يسجن بكره يضرب بعده ينفخ بعد كده يموت. هو فين الحمار اللي اسمه عزوز؟ انت ايه؟ انت اللي ساجن الاستاذ حسن الابوني؟ ايوه انا اللي ساجن الابوني. سعادتك عزوز بيه؟ ايوه سعادتك سجنه؟ اه سجنه؟ خليك سجنه. انت مجنون؟ انت مين؟ انا وجد المصري المحامي. محامي؟ ايوه. وعايز ايه؟ انا موكل السيده بهية عتريس والدة الست زوبة زوجة السيد حسن الابوني. اه بهية عتريس انت من الكوبانية؟ لا انا مترع البلائية. يا حسن يا زوبة هانم ماتوا ماتوا الاثنين ماتوا؟ كله مات. سيادتك موتوهم؟ كله مات. يلا يا راجل ماتوا ماتوا. ودي زعلك في حاجة؟ بقول لك اسمع اسمع. لا يا عزوز ده انا لحمي مرة قوي. انت ما تعرفنيش يا عزوز. ده انا وجد المصري المحامي. محامي؟ ايوه.
انت محامي؟ القانون يقول ايه في اللي انا فيه ده؟ القضية بتاعتك دي بقيله واحد جه لامراته يقول ايه القانون بتاعته ده؟ ايوه فطر. القضية دي كلها ظروف مخففة. مواطن يقضي من عمره 10 سنين في سبيل قضية انسانية، يرجع يلاقي نفسه ميت ومراته متجوزة وبيته مشغول باخر، يتجنن، يحصل له ميلانخوليا، بالتالي انت غير مسؤول عن افعالك. شد حيلك، ماتوا في 60 داهية ولا يهمك. يا حضرات، انا لا اطلب لموكلي البراءة فقط لا، ولكني اطالب بتعويض عن الحالة النفسية التي عانى، التي لا زال يعاني. اعطوه البراءة، ربنا يخليكم. ايه براءة براءة يعني انا براءة؟ ايوه. طيب لو انا موتتهم اصحى معايا. انت عايز تقول ان المرحومة زوبة ماتت على ذمتك ولا على ذمة المرحوم حسن؟ ايوه. سعادتك عايزة على ذمة مين؟ على ذمتك ممكن حسن، ممكن. القانون بحر واسع وحمال اوجه وله اكتر من تفسير. فيه رأي راجع بيقول ان ظهورك بعد صدور الحكم عليك بموتك يبطل الزواج التالي. هو ده؟ هو يا احلى العدل، يا احلى العدل. حلو. الرأي التاني بقى؟ الرأي التاني هايف. لا اعرفه. هايف وانا هايف اقول. قولي انت مش خلصت عليهم خالص؟ لسه ما خلصتش عليهم. امال ايه الرعب والهلم اللي انت عاملها دي؟ طب اسمع، انت مالي ايدك من زوبة؟ يعني ايه؟ يعني على بلاطة كده. زوبة بتحبك اكتر ولا بتحب حسن اكتر؟ لو فرض انت وحسن في ميزان جوه قلب زوبة، ان هون اللي يطب، انت ولا حسن؟ حسن مين ده؟ حسن مين اللي بتحطه في كفة وانا في انت شفته؟ لا. تعال شوف. تعال شوف فردة شراب مقلوبة. انا اتحدى واحد يرسمه ده. الراجل يقعد 10 ساعات في القعدة ما ينطقش خمس. كل اللي يعمله ايه رأيك يا حسن؟ يقول لك يا حلاوة. اهو ده حسن. عارف شبه مين؟ ايوه. شبه الريس متقال، عارفه؟ بس من غير السنجة دي. اهو ده حسن. حسن عارف انها في جيبي. مش حسن بس، حتى كلها عارفة ان زوبة في جيبي. انا مربيها على ايدي دي، لان كان كلامي في ودانها غنى. غنى؟ حتى كلها عارفة انها بتاعت زي واحد زائد واحد يساوي اتنين. لا، ساعات واحد وواحد ما يبقوش اتنين، ساعات واحد وواحد يبقى واحد، ساعات واحد وواحد يبقى صفر. كل حزمة ولها ظروف وملامسات. واحد زائد واحد يساوي صفر. هو البي محامي فين؟ البي يقول لك يعني معانا طبق فيه نقطة مية، نزلنا عليه من قطارة نقطة تانية، في طبق يا ابنه. بتقول ايه يا عم؟ يعني معانا طبق فيه نقطة مية، نزلنا عليه من قطارة نقطة تانية، في طبق يا ابنه. حلوة اللي الواحد يسرح بيها الحكاية دي. نقف انا وانت على ناصية ودخلنا معانا الطبق.
يعني طبق. ايوه. وعليه نقطة. ايوه. وروحنا منزلين نقطة. يبقى نقطتين، مش عايزة حاجة خالص. لا، نقطة بس كبيرة. مظبوط. مظبوط. يبقى واحد زائد واحد يساوي واحد. ده انت دورهم يا استاذ. يعني هي شغله خلاص يعني معانا طبق على سطح من صفيح ساخن. اه سخن. نزلنا عليه. نزلنا عليه. نزلنا عليه يا علي يا ليل. نزلنا عليه من الطارة نقطتين. نقطتين يا نقطتين. يا امك اسمها زكريا. الطبق كأنه يعني ده سخن. ايوه صعب. دي صعب. طبق سخن عليه نقطه ونزلنا نقطه، يبقى نقطه كبيره. لا ولا نقطه لانه اتبخر. الله الحال. انت محامي؟ محامي. محامي. واحد بتعمل كده في المحكمه؟ تروح تقول لهم يا حضرات المستشارين، يا حضرات المستشارين، ده حين ما عاد مش ممكن، مش ممكن محكمه هيقولوا لك اعدام يا استاذ. يلا انت جاي تبيع اطباع في المحكمه يا حيوان؟ جاي تبيع اطباع في المحكمه ساكسونيا؟ انا راضي ذمتك. انت محامي، انا راضي ذمتك. ها ايوه محامي. ايوه انا محامي، بس معايا دبلوم صلايا. ازاي ده محامي؟ ازاي محامي تبع القوى العاملة. القوى العاملة هي القوى العاملة عاملة ايه؟ عاملة ملوخية. قولي 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 يا قوم. اهلا وسهلا. اول مره اشوف واحد ماشي وهو قاعد. قال لي خرابي يعني. انت مالي ايدك من زوبه يا عم؟ زوبه في جيب. مالي مالي ولا مالي مالي؟ نعم. مالي مالي ولا مالي مالي؟ طب الاطباع وعرفناه. مالي مالي ولا مالي ايه بقى؟ مالي 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 يعني انت متاكد؟ متاكد متأكد متأكد. أيوة. في جيبي يعني؟ أيوة. يا عم الزوبة في جيبي من زمان. الله. أطلق مين؟ أنت تطلق. حسن يطلق، زوبة تختار، هو ده الحل. أنا أطلق وحسن يطلق وزوبة تختار، هو ده الحل. حسن يرضى يطلق؟ لا يا حسن. حسن تعال شوفه بقى. هو جيت كلم. انا كلم مين؟ واحد تبعكم الكوبانيه. اسمه ايه؟ اهو اسمه الاستاذ ده حينامة. يا حالة النبي بوزي. يا سلام. شفت حسن؟ ما حصلش لسه. تركيبة لسه جاية جديدة. أهلا. شوف الحلاوة، شوف التركيبة. الواحد تطلع له حسنة هنا حلية، إنما بطاطاية. أنت حسن؟ أيوة بيه. أنت حسن معسلة أوي. ازيك يا حسن؟ ازيك يا حسن؟ ازيك
حسن قول لي. نعم. انت تعبان من حاجه؟ تعبان يعني ايه؟ الولد اللي جوه ده تعبك في حاجه؟ لا. مضايقك في حاجه؟ امال لونك اصفر ليه؟ يا حسن. شوف يا حسن. الموضوع يا اقعد. يا حسن. يا حسن انا جاي يا ابني علشان احل الاشكال اللي بينك وبين عزوز قبل ما يكبر ويبقى حدوته تعيش لاولادكم واولاد اولادكم بالقانون. بالقانون اخد حقي وياخد حقه. تاخد حقك وياخد حقه. حسن. نعم. فعلا بالقانون يا حسن. زوبة مراتك محدش يقدر يقول في الموضوع ده تلت التلاتة كام. هو ده القانون. يحيى العدل. اسمع بس اقول. يحيى العدل. يحيى العدل. ايوه يحيى العدل. يحيى العدل. ايوه يحيى العدل. يحيى العدل. يحيى العدل. عبودك. ايوه يحيى العدل. يحيى العدل. خدينا بتاعنا. يحيى العدل. هو يحيى وانا اموت. يا حسن. اولا. ايوه. ليه في ثانيه؟ ضميرك راحتك النفسيه مش جاي. سوبا لسه بتحب عزوز؟ ترضى تعيش مع واحده بتحب راجل تاني؟ ترضى 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 ترضى. ايوه انا فاهم كل حاجه. انا هطلق زوبة واسيبها لحد ما توفي عدتها وتبقى حره تختار. انا لا يمكن اعيش مع حد من غير رضاه. يا ابني انت قلت كل اللي انا كنت عايز اقوله. امال بقولوا عليك اتون ليه؟ اتون. اتون يعني انثى الحمار. يلا يلا اندى للمدام. خلاص هيطلق. طبعا هيطلق. يلا. اهلا وسهلا. اهلا يا مدام. اهلا يا فندم. مدام الحمد لله على سلامتك يا فندم. ايه الحته دي؟ اتفضل يا فندم. الست الوالده جات لي مكتبي في شارع شبرا. ايوه. انا ليا مكتبين. ايوه. مكتب في شارع شبرا. ايوه. ومكتب في شارع شبرا. ايوه. الست الوالده جات لي مكتبي علشان انا احل الاشكال الموجود العزيز. فضل ال البي وافي يطلعك والافندي وافي يطلعك بشكل ده. سيبي حره تختار اللي انت عايزاه. قلتوا ايه؟ انا موافق اطلق. وانا موافق اطلق. بس انا بقى مش موافق يا استاذ وادي. ايه انت مش ايه؟ انا علشان حريتي تبقى كاملة لازم اشعر بالامان، اعرف مصير ولادي الاتنين ايه. انا ما اقدرش اعيش من غير ولادي الاتنين في حضني. هي دي القضية. فعلا هي دي القضية استاذ عزوز. لو الست اختارتك ابن حسن يعيش معاك؟ ابن البورص. ايوه. عشان خاطرك انت بس. وانت يا حسن افندي؟ انا بي ابن عزوز كان عايش معايا وكنت شايله في عينيا الجوز. خلاص يبقى كل واحد منكم يتنازل عن حضانة ابني. الحالة دي بس حشر ان انا حرة. انا مستعدة اتنازل عن حضانة ابني. وانا يعني هكون احن عليها اكتر من امه؟ استاذ. ايوه. استاذ. ايوه. استاذ. ايوه. يا استاذ. يا بيه. يا بيه. انا هنا يا بيه. انا هنا مش هنا. ايه انت حوليت؟ خد زميلك وروح السيما. ايه ده انت؟ ايه ده انت؟ هتودينا سيما؟ لا توجع. انا مش مطمن له والله.
والله ما من ساعة ما عمل كده. محامي؟ ده محامي يا أستاذ، ده حلنجي محامي بصنايع بصفين. ده سيادتك محامي بصنايع؟ محامي قسم نسيج. قولي انتوا عايزين الاقرارات؟ اتفضلوا. ولسه في حاجه تانية كمان. ايوه فندم. كل واحد منهم يتنازل عن الشقه دي. كويس. انا متنازل عن الشقه. عشان هي شقه اهلك. انا عايش اهو. انا عشان زوبه اتنازل عن حياتي كلها. والله يا ابني انت ابن حلال. نعم. انت كمان ابن حلال. بس عيب اللي بيحصل ده. عيب ست فاضله محترمه زي ست ام زوبه هاني تقعد تحت على دكه البواب والناس يقولوا لها الله يحنن عليك. ماما قاعده تحت على دكه البواب. تصوري وعامله كده. ماما حاجه تبكي تخجل. اتصرفوا يا غجر. اتفضل يا سعاده البيت. الاقرارات زوبه. ايوه يا حسن. لولا. ايه يا حسن؟ انا وابني امانه في ايدك يا لولا. ميرسي قوي يا حبيبي. حبيب حبك بورس. ايه يا عزوز؟ حبك ايه على الشوية اللي بتعملهم دول؟ ايه اللي انا وابني امانه في فيلم اهدي؟ خلاص يا روحي. طلعت روحي. ايه يا حسن؟ ما تقولولوش يا روحي قدامي. حاضر يا نبي. ما تقولولوش يا نبي. ان شاء الله تتجنب حقيقة النبي يا رب. قانون راجل اخدك على بوسه. امشي يا راجل. حد افتحوا لك ايه؟ هتتخانقوا في بنتي؟ هتصوروني قتيل؟ حرام عليكم. انا اترمى على الرصيف واتحرم؟ يا اختي يا اختي الحقوني يا اخوات هموت. عزوز اديني هوا. اديني هوا. اخرب بيتك. عزوز تعالى يا دناي. ايه؟ الحقني بكوه. الحق بكوه. كنافه. كنافه ايه يا جدح؟ كزبره. ما تفتح كوسنجر. اجيب لك دكتور. ايه تعالي يا عبيد. بقول لك ايه؟ نعم. عملت معاهم ايه؟ خدنا عليهم الاقرارات الاثنين. الاثنين علشان هيطلعوا. يا ما هيطلعك منهم. هيطلعك. قولي ايه؟ قولي ايه؟ قولي ايه؟ الحنفيه لحالها. انا ماليش بره. كلمت شراب البكره. اشرب. اجيب لك السيفون. يا لهوي يا اخوات جابوا لي القلب من كتر ما وجعوا قلبي يا اخوات. مخلف لهم بنت زي القمر قاعدين يعذبوا فعلا. يا اختي الحقوني. قعدوني. ريحوني. نيموني. اهدى. ايه؟ الدنيا بتلف بيا واغمقت في عينيا. الدنيا اغمقت في عينيها. اغمقت. اغمقت يا اخويا. المطره بتمطر. بتمطر يا اخويا. البرق بيضرب. بيضرب يا اخويا. الادان بيدن. بيدن. بس عزوز. أيوة. عزوز. ايوه عزوز. وصيتك زوبه. ماما حماتي. حكمتك يا رب. اخراج حسن الامام. هي دي ماما. دايما تخلص من الاشكالات بالشكل ده. امك عسل. لا امك عسل. امك عسل. امك عسل. ايه يا استاذ؟ ايه يا عم انت مستعصبنا؟ اسيبك نص دقيقه مع تقول لها امك عسل. امك عسل ايه؟ ايه يا سعاده البيت؟ امك عسل يعني ايه؟ عسل وطحينة. قول لي انتوا هتطلعوها؟ هتطلعوها؟ ايوه انا هطلعها. المأذون اهو. ايوه مأذون. ايوه ساعد الصيام. ايوه مأذون. ايوه هتطلع عند المأذون. هتطلع قريب ده. هتطلع ولا هتعيط؟ لا لا هيطلع. هتطلع؟ ايوه طب انا معيش بطاقة. تعال معايا دقيقة هرجعها. لا انا بقول لك ايه؟ نعم بطاقتك معايا. ايفتها اخرى. ما تجيبوه. مشيو. ايوه يا فندم. مشيو يا مين؟ ايوه فندم. في 60,000 داهيه. ليه بس يا ماما؟ حرام عليك يا اختي. اسكتي يا زوبه. حرمت عليهم عشتهم. كفايه قرف انهم يا جماعه. خلاص ايوه يا مين. احنا خدنا عليهم الاقرار. يا اختي عسل وسكر وانير اتحبش منك. تعرفي يا زوبه وقت بيحلف ما ياخد مني ولا بليم احمر غير لما قضيتك تخلص يا ضناي. وجابني هنا في حته دين عربيه انما ايه تلوح الشارع معاه. بقولك ايه يا زوب؟ نعم. ما تقوم يا دنايا تتفرجي على العربيه. حلوه حلوه. طلعي ناديه لابوكي هتنقطيني.
بقول لك ايه يا بنت؟ أيوة. الخطه اللي وضحتها لك تتنفذ. امي الو عليك على الخط. تمام يا فندم. ما قلتلكش يا زوبة. لا ما قلتليش يا ماما. يا عيني عليك يا ضنايا لو شفت وجد بيه وهو في العربية. اسم الله العربية كبيرة قوي 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 كده وهو محندق فيها مش باين. ولا لما يسوق يتشعبط في الدريكسيون وبعدين يفرمل وبعدين ينزل يشوف هو عمل ايه. قول يا سعادة البيت. أفندم. ماركة عربيتك ايه؟ ماركتها مارلو بورو. مارلو بورو؟ ايوه فندم. اه يا راجل يا عقب انت. عسل وسكر. شكرا يا فندم. رأيك ايه في العربية يا زوية؟ يا فندم العربية وصاحب العربية تحت امرك. كريم وحنين كتر خيرك يا سعادة البيت. اشكرك يا فندم. قهوتك ايه يا بيه؟ مظبوط يا فندم. خليك انت. عادي عادي يا ضنايا. انا بقى متخصصة في المظبوط. اتفضل يا سعادة البيت. أيوة. هعمل لك فنجان قهوة انما ايه؟ اقعد اقعد. ايوه ولا اهلا وسهلا وجدي بيه. اهلا. فرصة سعيدة قوي. سعيدة ازاي بقى؟ ده احنا تعبينك معانا قوي. بالعكس انت ما تعرفيش مدى سعادتي قد ايه خصوصا لما وصلت معاهم لحل. على فكره ناويه تختاري مين فيهم؟ عزوز ولا حسن؟ مش عارف. فمن كده ايه انك ما وصلتيش لقرار؟ وجايز ما وصلش. ازاي؟ ما اقدرش اقول لحضرتك بحب مين فيهم اكتر من التاني. الاتنين فيهم مميزات وفيهم عيوب. يعني حضرتك تقدر تقول ان الاتنين بيكملوا بعض. عشان كده لو اخترت واحد فيهم هفقد في التاني مميزات كتيره مش موجوده في الاولاني. ايوه بس انا اللي اقصده الحب. مثلا عزوز حمش ومليان عافيه ويغير عليا من الهوا اللي يشمه. ايام ما كنا متجوزين ما كنتش اقدر ابص من شباك ولا باب، ولما نخرج كنت لازم البس حشمه وما اقدرش احط روش، ونبقى ماشيين في الشارع وهو بيبحلق في الناس يشوفهم بيبصولي ازاي. حسن حسن عكس كده تمام. اخرج ابص من الشباك اتكلم في التليفون ازور الجيران البس اللي انا عايزاه. اداني ثقه كبيره بنفسي حسيت معني حر. والغريب انهم كانوا اصحاب الروح بالروح. عزوز اول واحد حبيته، اول واحد فكرت فيه ورسلت طول الليل علشان، اول فارس ركب حصان احلام. لما كان يتكلم كان يتهيأ لي انه بيغني الكلام. عزوز ابو ابني البكري. حسن حسن ما كانش بيعرف يقول كلام حلو، لكن عينيه كان فيها معاني مش ممكن الكلام يعبر عنها. بيحبني ويحب كل اللي يحبني. ابو ابني اللي لسه في اللف. عزوز بشوف فيه ابويا. حسن بشوف فيه اخويا. عزوز بحس ان انا محتاجاه. حسن بحس ان هو محتاجي. عزوز ابن ليل، حسن ابن نهار، عزوز غاوي طرب، حسن غاوي شعر. ايوه بس انا لا اقصده الحب. ما انا قلت لحضرتك اني بحب الاتنين قد بعض. اللي اعرفه ان الحب دايما لواحد، واحد اذا غاب عن العين العين ما تشوفش، اذا غاب عن الودن الودن ما تسمعش، اذا غاب عن القلب القلب يقف. حب من اللي بيقولوا عليه بيحبوا بعض الروح بالروح. فعلا هو ده شعوري بالنسبة للاتنين. حضرتك حبيت قبل كده؟ حبيت مين؟ حبيت ابويا وامي وفراخ الجمعيه. حضرتك متجوز؟ لا يا فندم انا مش متجوز. عندك اولاد؟ اولاد ازاي اذا كنت انا مش متجوز. معلش القهوه المظبوطه يا راجل يا سكر. ها تعالى يا ستي شوفي بنتك العاطفيه. يا اختي قلت له ايه؟ قالت لك ايه يا راجل؟ فرح قلبي. متمسكه بالاثنين. اثنين مين؟ عزوز وحسن. ان شاء الله تعدمهم هم جوز. يا ماما ما تنسيش ان دول ابهات ولاد. اسكت يا زوبه بلا ابهات بلا امهات. انت هتجنيني؟ انا بتونه خيرك. اسمع يا ميدو مفيش الا حل واحد تتطلق منهم الاثنين. انت هتباكي العيشه المقندله اللي انت فيها دي. ده بيت تسكني فيه يا اختي. انا راضيه والبيت ده بالنسبه لي جنه. جنه لما تجنك انت وامك. يا خرابي تقولي شكلها البيت الابيض يا مسز كارتر. بلا خيبه بالويبه بلا خيبه. تعالي شوفي ولاد خالتك والامل اللي هم فيه. تعرف يا مت ايوه اللي جوزها بنى لها عمارات
واللي جوزها فتح لها بوتيكات واللي جوزها جايب لها تاكسيات بقوا اصحاب امل واحنا بقينا اصحاب عايه. ما تفوقي وتصحي يا اختي، دي مثقفه يا استاذ. يا سلام. امال يا سعد. يا سلام. شوف يا سيدي عد عندي. ايوه. بتعرف يا سيدي سبع لغات حيه وثمانيه ميتين. اه الباقيه في حياتي. حياتك الباقيه يا سعاده الفيل. ايوه بس يا مدام انت بالطريقه دي بتخرجيني عن القضيه الاصليه. بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى ان انا معتذر. معتذر عن ايه؟ معتذر يعني ماذا؟ تعوق معايا هنا، خليك معايا. احنا كنا متفقين على كام؟ يا ستي انا مش بتاع ماده. امال بتاع ايه غلبتني؟ انا بتاع مبادئ. اروح وشك هنا، المبادئ عندنا. ايوه فندم. نعم. انا قول. انا وجد المصري. اهلا يا بيه. انا طول عمري مستقيم. ساعات ببقى مستطيل. ساعات ببقى مربع. ساعات ببقى شبه منحرف. انما في النهاية مستقيم. وجد المصري ابن الدايرة. هو انت ابن الدايرة؟ ايوه فندم. ازاي يومك؟ بسلم عليك يا سعادة البيت. اقبر يا سعادة البيت. يا ست زوبة. نعم. انت لازم تختاري بس بعد ما تفكري. ايوه ادوني فرصة بقى عشان افكر. فرصة ايه يا زوبة بعد الغلب اللي احنا فيه؟ اخد قرار زي دوس من غير ما افكر. لازم حياتك اهم بولك الاثنين. واحد معجوب ومات عفاريت والتاني مداول. ايه؟ خلاص. 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 خش. خش. انت طالق. تطا خلاص خلصوني خلاص. انت بتعيطي؟ عياطي على ايه؟ ابعد عني ما تلمسنيش خالص. ابعد عنها ما تلمسهاش. وانت كمان ملك الزواج. بس يا حبيبتي بس يا زوز. كلمي يا سنة بيتكلم. قلت لك ما تلمسنيش يا زوز. حرام عليكم يا اخواتي حرام عليكم. دي أول مرة تتطلقي يا ضنايا. ودول طلقتين في ساعة واحدة يا خرا. وده كان مستخبينا فين يا رب؟ بس يا روح أمك اسمتك كده يا حبيبتي هتعملي ايه؟ معلش. طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا هختار مين فيكم. ان شاء الله. ممكن تقفوا جنب بعض؟ نعم. نقفوا جنب. انت هتعملي لنا كشف هيئة ولا ايه؟ مش بختار يا عزوز، اعاين قبل ما اختار. تعايني مين يا زوز؟ اتعيني مين؟ اذا انت حفظانة من هنا لهنا اتعيني مين؟ بعيد النظر. التاني؟ حازي عشان اللجنة. اللجنة جاهزين يا لجنة. استاذ ود. افندم. ممكن حضرتك تقولي الاتنين دولت يعتبروا بالنسبة لي ايه؟ دول؟ ايوة. ولا حاجة. مجرد اشخاص عاديين. وخرباء كمان. والشقة دي شقة مين فينا احنا التلاتة؟ شقتك طبعا. والاولاد؟ برعايتك وحضنتك شرعا وقانونا. يعني دلوقتي وجود اي واحد فيهم معايا هنا في الشقة يعتبر ايه؟ حرام شرعا غلط قانونا. طيب بقى يا جماعة اتفضلوا من غير ما ترد. اتفضل يا عم. يلا خلينا نسم. يلا يا اخويا وانت مزهور. اصحى انت طلعت يا عينيا. يلا يا حبيبي يلا يلا مع السلامه. روح فين؟ روح لوكاندا. روح عند اي حد قرايبك. انا نفسك يا ماما. اتفضل يا رحمة. يا زوبة. عايزين الزوبة يا اخويا. اوعى. ايه يا استاذ؟ احنا مش متفقين. اسمع منك لو هي بقى وشروة يا اخواتي دي دم ولحمة حرام عليكم. الله انتوا مش شلطوها يبقى خلاص بالبلد بح بالعربي مفيش يبقى خلاص مع الف سلامة طوقونا بقى. يلا بالعربي مفيش. مفيش مع السلامة. جود باي. جود باي. اه مفيش. يلا اسمع يا
اسمع يا واد انت اللي لابس مندل. هو ممكن يا ولد تناموا في بوفيه المحطة. خلاص خدنا بومبا يا حسن وكشف هيئة ومعاينة وامضي اقرارات. هي اختارتك؟ لا اختارتني. لا امال ايه بوفيه المحطة ده؟ ده احنا معانا طبع ونزلنا عليه نزلنا عليه كله من الكشتبان ده. وعنده عمرتين ايه؟ عمرتين وعنده شقتين تمليك على النيل وعنده بدل العربيه ثلاثه، يعني راجل جاهز مما جميعه. ماما نعمين انا من زمان حسب اللي جواكي واللي بتفكري فيه، لكن بقول يا بنت تعملي نفسك عبيطه يا بنت تطنشي. ما تطنشي. لا ما تطنشي عشان بقول يمكن ترجعي على اللي بتفكري فيه، لكن قال الاواني ما اقولك لا لا يا ماما. لا ليه يا روح ماما اذا كان ده ممكن يحصل؟ هو ايه اللي يحصل؟ بص من الشباك يا زوبه اكتر من 20 راجل شايلين في هدايا، ايش تفاح اشي مانجا اشي تين اشي عنب اشي جوز اشي لوز اشي فستق اشي سفن اب اشي سفن ام. وغلبت امك يا خب يا ماما انت زودتيها قوي. ليه يا زوبة؟ وافهم بقى. نعم سيادته جايب الحاجات دي لمين وبمناسبة ايه؟ جايبها لامك يا عين امك. بجد يا ماما؟ الف مبروك، ده احسن خبر سمعته في حياتي، ده كان لازم يحصل من زمان. ياختي جميلة ياختي دعمة ياختي قطة. هو ده اللي كان لازم يحصل من زمان يا زوبة. الراجل عايزك انت يا دناي. اسمعي يا حبيبتي لما اقولك نعم. الحياة مش حب وبس، الحياة ستر وراحة بال. الحب ده بيضيع مع الايام، لكن اللي بيفضل الستر راحة البال ثم ماله وجد بيه. راجل ترانزستور وعاء الدنيا وزي السكر. يا ماما انا عمري ما زعلتك، لكن اللي بتفكري فيه ده لا يمكن هيحصل ابدا. طب عليا النعمه من نعمه ربي، انت نفسك يحصل بس هايبه وخايبه. يا حبيبتي الراجل هيتجنن عليكي من ساعه ما شافك. تعرف يا زوبة ابتدى يعمل ايه في نفسه؟ ابتدى يسرح شعر، ابتدى يحط برفان، ابتدى يلبس الوان فاتحة، صغر يجي 35 سنة. يا ماما ما تجننيش، هو انا لسه خلصت عشان تشبكيني؟ خلاص يا ستي انتي حارة يا دلاي. ايه ده؟ بقولك ايه؟ ايه اللي جو ده؟ اقعدي يا حبيبتي اقعدي على الكرسي وما تحرجنيش قدامه. ابوس ايدك ابوس ايدك يا دلاي. اهلا يا سعاده البيت. يا ساتر نورك هالي من قبل ما تخش. انا داخل عليكم. يا اهلا يا بيت. السلام عليكم. انت جنبي. خطوه عزيزه يا سعاده البيت. تعالى هنا الدنيا منوره يا منصف الولايه. بقول لك ايه يا بيت، شد حيلك كده وربنا يفتح عليك بكلمتين حلوين قولهم لها. ازيك؟ هو يا راجل انت جاي تتخانق معاها؟ ازيك ولا كده حد سامعك؟ خليك بين البنين. ازيك يا ست زوبة؟ عليك يا زوبة. يا زوبة اللي حرام ده شايفه لابس ايه يا ضناي؟ الالوان الحمراء هترقد عليك، اورنج على احمر الجنة. وهعمل ميزامبلين كمان. ميزامبلين؟ ايوه. طب خليهم واحد يا مفتري. يا اختي عليك وعلى ما جايبك اللي تفتح النفس. استاذ وجدي افندم. الحاجات دي لمين يا استاذ وجدي؟ الحاجات دي ليا يا زوبه. ما وداش عندك البيت ليه يا ماما؟ وبعدين معاك يا زوبه. ايه يا ماما حسن وعزوز يقولوا ايه؟ يا اختي بلا حسن بلا عزوز، خدنا منهم ايه؟ انا امك لازم تسمعي كلامي. ايه الحكايه بالظبط؟ ولا حاجة يا سعادة البيه، أعصابها تعبان من العيال دور ومن حسن دور ومن عزوز دور، بختها ندوحة بعيد عنها. قول لي يا بيه. نعم. قهوتك إيه؟ سادة. لا هعملها لك مشجرة عشان تمشي مع القميص. يا أختي فكيها فكيها وريحها قلب أمك، خلاص أنت حرة. إزيك يا ست زوبة؟ كويس. يا ست الوالدة ما قالتلكيش؟ قالتلي على إيه؟
على ال على ايه؟ على النيابة. اصل النيابة قررت بقاء الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر ان يلجأ الى القضاء. على كده حسن وعزوز هيفضلوا معايا هنا في الشقة؟ انت خايفة منهم يا زوبة هانم؟ لا، بس الوضع مش هو، مش معقول كل اطراف المشكلة يتقفل عليهم باب واحد. اسكت، النهاردة وقعتهم في اشكال عجيب جدا، من البوليس الى النيابة الى المحكمة. لا ولا يهمك، انا جبت حاجة معايا هنا وبعت للوكيل بتاعي يجيب دولاب ومرتبة وسرير والحاف علشان حكرنك معاكو هنا. تيه؟ هقعد هنا. تقعد هنا؟ لحمايتك منهم. انا هروح عند ماما يا استاذ وجدي. ماما؟ ايوه، كفاية مشاكل، الموضوع ما يستاهلش اكتر من كده، انا كفاية علي الاولاد. الشقة ياكلوها. ايوه جايز ياكلوها، بس ما يدوكيش الاولاد. احنا مش معانا تنازل بالاولاد. وقدمتوا للنيابة انما طعنوا فيه بالتزوير، اتهموكي بالتزوير. انا؟ ايوه انتي. انا حسن وعزوز يتهموني بالتزوير؟ يا زوبة هانم، العند يورث الكفر، الخصومة خصومة مش لعب عيال. مش معقول انا حسن وعزوز يتهموني بالتزوير؟ انا اثبت ان عزوز انه هو مش هو. يا بيه تصوري. يا بيه. أيوة. يا بيه عملت ايه يا بيه؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ امال المحامي ازاي؟ اه يانا، انت دخلت سلك المحاماة غلط يا راجل، انت كنت شوف لك شغلة تانية. انا هتصرف. زوبة يا ضنايا، كوبايه ماء ساقعه من جوه لحسن نسيت. حاضر. وبالمره في ازازه في الفريزر طلعها لحسن تفرقع. تعالى هنا، انا هفرقع منك يا راجل. عمال من الصبح اقول لها سيب الاب وسيب الام، مش عارف تقول لها كلمتين على بعض. يا ابني الميه هي غرقتك يا حول الله. لا 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 صح عليك يا زوبة. ليه كده يا ضنايا؟ بقول لك ايه؟ نعم. ما تديها الامانه اللي معاك وتخلص. انت شايفه كده؟ وقته يا سعاده البيت. شايفه كده؟ اتفضل يا ستي زوبة. نعم. اتفضلي. ايه ده كاتب لي جواب؟ اقري اقريه. معلش اطول بالك عليها صغيرة. مش معقول، مش ممكن. ميرسي يا وجدي بيه. العافية. اشتغلت يا ماما؟ اشتغلت. مبروك يا نظري. وهستلم الشغل من امتى؟ من بكرة. بكرة هشتغل مضيف الطيران. وهطير. وهطير. هطير ايه يا شيرين؟ هطير يا شيرين. بيلحنها ويغنيها. هطير يا ماما. وقلب هيطير معاكي يا ضنايا. هطيري هطيري من اوروبا لاسيا لافريقيا لطنطا. هتعرف الفرق بين التقدم والتأخر، المدنية والرجعية، هي دي كل القضية. هي دي الفرصة اللي كنت بحلم بيها. الأمان يا أستاذ والدي، مش في الشقة والعيال وبس، الأمان الحقيقي في وجود المورد المالي الدايم، الوظيفة. عشان يبقى لي رأيي كان لازم يبقى لي وظيفة. وبكرة العيال تكبر وربنا يوفقها. ميرسي يا وجدي. ايوه ماما. شيل يا دنايا وتعالي عندي مفاجاه اتجنن عشانك. كتر خيرك يا سعاده البيه، والله انت راجل ايه. ايوه ماما. لا غمضي يا حبيبتي، امال تبقى مفاجاه ازاي؟ حاضر. غمضي. خلاص غمضي يا ترى. خلاص يا روحي. خلاص. ايه ده فستان سبوري جنن فتح. الله، ميرسي يا وجدي بيه. شكرا. لا وبص يا زوبه. ايه؟ من باريس كمان. ايوه من عند الطرابيشي. شفت بقى يا ضنايا، وجدي بيه مهتم بيك ازاي، كانه ما بيفكرش الا فيك وفي مصلحتك. مش كده يا بيه؟ اسكت بقى، ده انت جمايلك مغرقاني. اتصوري يا زوبه، اتصوري يا حبه عين قلب امك، انه طول النهار يا حبيبي سايب مكتبه وداير من شركه طيران لاسمه بوليس لنيابه لحد ما بقاش في غير بق واحد. خلص. لا 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 يا بيه. لا ايه اسمك؟ بقولك لا. لا ايه يا اخويا؟ لا 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 يا لينا. لا لينا؟ لا يا نينا. لا حلوه من بقك يا ابي. ترضي يا نينا؟ ارضى بايه يا سعاده البيت؟ ترضي ان زوبه تفكر ان انا بارسم عليها؟ يا واد يا فادي. ترضي؟ ترضي ترضي ترضي. وبتخش جوه نفسك ليه يا بيه؟ ما تصورها، ما تاخد لها صوره 6x9 بالالوان الطبيعيه، هي مش اتطلقت، خليها تشم نفسها، خليها تطلع على وش الدنيا. ترضى يا بيه؟ ترضى للجمال ده انه يتمرمط المرمطه دي كلها؟ ترضى ان حسن وعزيز كل ساعه يبهدلوها والتانيه؟ ترضى يا بيه؟ بس واحده كفايه عليك يا دوبه. يا ست زوبة، انت لازم تختاري بس بعد ما تعرفي الابيض من الكحل. ميرسي يا وجدي بيه. حقيقي انا كل يوم بيزداد ايماني بيك بانك راجل عظيم وانسان كبير في كل شيء. انا دايما بشوفك كبير، كبير قوي. ايوه قد ايوه ايوه. تعالى هنا. قد تمثال رمسيس. ايوه فندم. يا اختي عليك راجل تعب. انا بقى بشوفه زي برج القاهره. لا برج القاهره لا. لا ليه يا بيه؟ لا يطلعوا فوقي وياكلوا سميد. سميد؟ اه يا راجل يا مقرمش انت يا طعم. قول لي يا سعاده البيه، هجيب لك شاي ولا كوكاكولا ولا مانجا ولا ليمونات؟ كل اللي تجيبيه ماشي يا فندم. هجيب لك كل حاجه، انت راجل تستاهل كل خير. اشكرك. عن اذنك يا بيه. اتفضلي. سيادتك
موسيقية؟ لا ليه؟ وما ليه الموسيقى دي؟ العودة بتاع عزوز فنان ده؟ لو ما كانش غاب المدة الطويلة دي كان زمانه بقى حاجة تانية. تيجي ازاي دي؟ عجل وفنان؟ تصور هنهزك ثاني واحد. أهلاً 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 أهلاً. ما رشوك خلاص ناش. أنت سكنت هنا يا عم؟ سكنت هنا دي. أنت بتيجي هنا كتير جداً؟ جاي هنا عندي موكلتي. ما موكلتك في مكتبك؟ في مكتبي، في البيت، في الشارع، في أي مكان. أنا زي الدكتور. إذا كان الدكتور بيعالج الجسم من الأمراض، أنا بعالج المجتمع من الضياع. أنت هتشتغل لي ده تاني؟ ما خلاص ما خلاص يا بتاع الضياع، بتاع الضياع، الضياع اللي ضيعني، اللي ضيعني، اللي خرب بيتنا، خرب بيتنا. امضي ورق، امضي ورق، لا اختم ورق، اختم ورق. طب امضي ورق، امضي ورق، لا اختم ورق، اختم ورق. أنا تلففني على الإقسام بالبيجامة. أنا انضرب على قفايا في الإسم. أنا يعملوا لي فيش وتقفيش. أنا هفرجها. شو بهاني؟ عزوز ده مش حملك، حرام عليك. ولا كلمة. يعني إيه ولا كلمة؟ ولا نقشف يا عم. أنا بحترمك عشان في سن أمي. إنما أنا هعد من واحد لعشرة، ما خرجش على رجليها خرجهولك على ظهره. ودي واحد مفتري طول عمره مفتري. وإيه الحكاية يا دودة؟ أنا بيهزر معاك يا سعادة البيت. اتنين. هو مش واحد بس اللي بيعد ولا ايه؟ مفتش يا حسن، عيب عيب. لعلمك احنا فضينا الاربع عجلات بتوع العربية. اخصى عليك يا حالي. جنط جنط ايه وجنط ايه يا بيه؟ بقولك ايه، امسك التليفون واطلب البوليس وودهم في 60,000 داهية. البوليس نمرته كام؟ 46,120. اذاعة؟ صح يا بيه. يا اذاعة، يا اذاعة، يا اذاعة، يا اذاعة. ان شاء الله تموت يا حسن. انت يا ولد بتمنعني من الاتصال بالسلطات؟ انا هوديك السلطات والمحشيات والمحمرات. انا هوديك يا لك بيت يا زبه هانم. بس يا حسن، استاذ وجدي من فضلك تخرج. سيادتك متمسكه؟ ايوه عشان خاطري انا. اتفضل. متمسكه؟ ايوه عشان خاطرها. تعالى يا راجل يا مهبوش، دول وحوش ياكلونا. يا ماما ما تكبريش الموضوع، ما تولعيش فيها نار. استاذ وجدي من فضلك تخرج. عارف عارف لو خرجت هيقولوا ايه؟ هيقولوا عليك جبان. لا مش جبان. انا مش جبان. طب تعالى لي خمسه. اسمع، اذا كان ربنا مديلك شاسيه اكبر مني فالله اكبر. يا بس يا عزوز عشان خاطري انا. عزوز كفايه بقى، مش معقول اللي بيحصل ده. كفايه انت، كفايه انت. ده في رسم على كبير قوي، في رسم انا افهمها وهي طايره. انا لو ما فهمتهاش اوقفها افهمها واطيرها تاني. يا سلام. انا يا انا عبقري زمان. زمان اللي بعد. ها اسمعي بقى. نعم. انا ما فيش قوه على ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ بقول لك ايه، انت تبعد عني النهارده احسن اجيب لك مصيبه. مصيبه؟ انت بتكلميني كده ليه؟ انا حره روح مطرح ما اروح. حره؟ طب ما انتش خارجه يا حره. انا هخرج وهخرج وهخرج. طب على جثتي بقى. هي الدنيا عندك عافيه ليه؟ مفيش نيابه، مفيش بوليس، مفيش محاكم. انت بتجيبيني؟ ايوه هي بلد سايبه. حد بخرنا البيت. انت خايف اخرج لوحدي ليه؟ اعرف ليه؟ مش عايز اعرف. لا لازم تعرف، عشان ما عندكش ثقه لا في نفسك ولا فيا. دايما كنت مخبيني، مش عايز حد يشوفني. رابط على عيني عشان ما اشوفش الا وشك، سدد وداني عشان ما اسمعش الا صوتك. وعايز تعرف انا لابسه كده ليه ورايحه فين؟ انا اتوظفت، اتعينت مضيفه للطيران، والليله دي هبات في لندن، وبكره هبات في باريس. لندن وباريس. لحظوا ما بنت بهية حتريس، حتسافر لندن وباريس. يا عيني يا عيني يا وكسيتك يا عزوز، يا وكسيتك اللي أكبر من وكسة علي خليل. يا عزوز والله يا لما خل إمين، خل إمين اكلمي علي انا. لا 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 لا
اللي عملته ده يا حسن؟ عزوز كاش حسن طيري يا زوبة طيري، طيري يا زوبة طيري، ان شاء الله تطيري ما ترجعيش. بس عزوز، عزوز مرتاح كده يا زوبة؟ باي باي يا حسن، مع السلامة. خلي بالك من الولاد يا حسن. حاضر يا زوبة، حاضر، مع السلامة. عزوز حقك عليا يا صاحبي، ما قدرتش اشوفك وانت بتضرب زوبة، حقك عليا سامحني يا صاحبي، الضرورة لا احكى. عشان ماليش قلبين، حبيبي جوا في قلبي وده جيب له قلبي منين؟ انت بتغني ولا بعت لي جواب يا مزعلك الغنوه دي؟ نغني واحده حنينه حبيبها، لست وحدك حبيبه. انت بتقطمني ولا بلاش دي كمان، نغني واحده احن حسونا ما تحن حسونا انا زيك غاوية وغاوية وغاوية سلامتها محاسب. هي دي الاغاني؟ اه بغني لهم من تمام. لا في اغاني احلى من دي يا حدق. احلى من كده؟ اما أغاني هادفة وليها مضمون. هادفة وليها مضمون؟ غنيها. ما كانش عارف إنه صاحبه حيخون. علوة دخلها في الشنيشة أحسن من غير وتأمك. سلامتها قال أم عتريس. طب خد غنوة الموسم بقى. إني أغرق. عشان خاطر إيه ده؟ إيه؟ إيه اللي أنت جايبه ده؟ حد يعمل جايبه؟ أنا لو منك كنت رجعته تاني. يا خراب عليا، يا خراب عليا. عشر واحدة في ساعة، عشر واحدة عمال بس مخروم من جوه. كان على عين القعده دي، الهانم في لندن وباريس واحنا عمالين. كان على عين ده الهانم في لندن وباريس يا جدع، وانا على عيني، خرابي 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 خرابي.
نفسي. خلاص ده؟ خلاص بقى فل الفل. فل؟ اه ده فل؟ البتاعة دي مش كانت بيضة زمان؟ انشر خد البيتزا واسكت، خد البيتزا ونام، خد البيتزا واسكت. مين؟ زوبة. حسن. ازيك يا زوبة؟ ازيك يا حسن؟ وحشتيني يا زوبة. وازاي عزوز؟ بينشر الغسيل. شو جبت لكم ايه؟ جبت لك الحته دهيه وكلوني يا مكنه حلاقه وزيهم لعزوز، وجبت الحصونه بنطلون جينز وبدله كاوبوي كان نفسه فيهم من زمان. وابننا زيزو؟ لا زيزو ده سيبه على جنب، ده اخد معظم فلوسي. زوبة. ايوه يا حسن. المهم انبسطتي؟ قوي يا حسن. اتاري الواحد كان محبوس جوه امه ولا باريس ولا روما ولا اتينا. يا انت رحتي اتينا؟ دنيا تانية وعالم تاني. عارف الرحله جايه رايحه فين؟ فين يا زوبة؟ رايحه امريكا. يا امريكا حته واحده؟ اه. وطي الصوت. ليه؟ احنا في اوضه النوم. طب وفيها ايه؟ عزوز لو حس ان احنا في اوضه النوم ها هيخرب بيت ابو اللي جاب اخونا. انا بتيشه. شو جبت لكم ايه تاني؟ جبت لكم الريكوردر دوت والشرايط ده، هي اخر صيحه في اوروبا، كل اوروبا بترقص على المزيكا دي. كل اوروبا بترقص على المزيكا دي. اسكت اسكت. ايه يا زوبة؟ مش اتعلمت الرقص؟ اتعلمت الرقص يا زوبة؟ اه هناك في حريه كامله، الصغيرين الستات الرجاله كلهم بيرقصوا. كلهم بيرقصوا في اوروبا؟ اي حسن مالك منبهر كده ليه؟ اصل انا كمان بعرف ارقص. يا بتعرف ترقص يا حسن؟ ايوه يا زوبة. ولا بتعرف ولا حاجه؟ لا بعرف. ليك بتضحك علي؟ لا بعرف. تعرف؟ ايوه. طب وريه الرقص. الرقص الذي على اصوله؟ الذي على اصوله. الرقص المدروس؟ المدروس. ابيها مالي ابيها. هو ده المدروس؟ ايوه. امال ايه؟ الرقص مش كده يا حسن؟ امال ايه؟ انا هعلمك الرقص بس اما يمشي عزوز. احسن لو شافني بعلمك الرقص هيخرب بيتي وبيتك. اه ده لو شافنا. اه لو شافنا هيبقى نارنا مش فايت. ما هو مش فايت. ليه؟ ده انا بقول لك لو شافنا. ايه يا حسن؟ اه يابا. مالك يا خراب؟ ليه؟ اه لو شفت اللي انا شايفه. ايه انت شفت عزوز؟ ايه يا حسن؟ اسكت يا زوبة. مالك؟ اسكت يا زوبة. اسكت. ازيك يا عزوز؟ عزوز. اي عزوز ابو طشت. ده ايه ده؟ ده ايه اللي ازيك يا عزوز؟ ازيك يا زوبة؟ كويس. انت جيتي امتى؟ انا ما خدتش بالي. ده ده دلوقتي بس. ازيك يا عزوز؟ كنت فين وعايشه مع مين؟ شو جبت لك ايه؟ جبت لك الحته ده هي وكلوني وماكينه حلاق. كنت فين وعايشه مع مين؟ يا عزوز يا حبيبي انت خلاص مالكش حق في الاسئله دي، وحتى لو انا لسه على ذمتك عيب تسالني اسئله زي دي. عيب؟ ايه عيب دي؟ ايه عيب دي؟ ده انت ام ابني. ام ابني. ارتاح يا سيدي، انا كنت بنام في اوتيلات محترمه. بتنامي فين يا اخي؟ في اوتيلات محترمه محجوزه لنا مخصوص، كل مضيفتين بيناموا مع بعض. اوتيلات كل مضيفتين مع بعض؟ ايوه يا عزوز. وبطل الغيره اللي مالكش حق فيها دي. بنغير احنا؟ ايوه. بنغير. حرام عليك اللي بتعمليه فينا ده. حرام عليك، ده انا بغير لفف دلوقتي. انا شغال وستنج هاوس. حرام عليك، بيصفروني الشبان وانا بنشر. بيضحك عليا بيضحك عليا. وش
مفيش سفر تاني. انا بقول لك اهو مفيش سفر. الشغل كتر علينا بصراحه. كتر كتر ولا ما كترش؟ هو كتر بس ما كترش. خلاص اذا كانت الاولاد معذباكم للدرجه دي هاتوه. هتعمل ايه معانا لو البني ادم ده طلاق وطلقنا؟ اختاري واحد بقى. انتوا مش اصحاب؟ ارسوا على حل ولا تحت امره. طب نرسى ازاي بس؟ هنر شغال شغال يا رب. عزوز يا رب. يا عزوز انا تعبان. يا عزوز ابعد عني. انا ابعد عني. انا انت بيت نحش على انت برج ايه يا علا؟ انا برج الطوق. صلي عليك على طورك. كله منك كله منك. لو ما خبطتنيش على نفوخي ما كانتش طارت. ما كانتش طارت وراحت لندن وباريس. دي بتنام فوق التلات يا علا. زوبة بتنام فوق التلات. ما فيش لوكانتات خالص. اجموا. طيب يا عزوز انا هريحك مني. انا ماشي للابد. لا ده انا اللي ماشي يا حسن. ليه؟ انا اللي ماشي. ليه؟ انا غبت كثير يا حسن. غبت 10 سنين. حد يغيب 10 سنين يا راجل؟ انا زوبه لو بتحبني كانت عاشت على ذكرياتك. ومن قال لك انها ما كانتش عايشه على ذكرياتك؟ ده انا عشان كنت عاوز اشيل صورك كانت هتطلعني. ما كانتش اتجوزت يا عزوز. ما كانتش يا عزوز. حرام عليك. حرام عليك تحكم الحكم ده على واحدة في سن وظروف زوبة. يا عزوز اللي يبص للماضي ملوش مستقبل. انت بتزعقلي ليه؟ انت بتزعقلي كمان. كمان بتزعقلي. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ انت مستني حد؟ لا مش مستني. مير مير كل سوار. اخو مين؟ لا تقول لي كاني ولا ماني. سيادتك اخوها. اخو مين؟ شكلها منظرها تدويرة وشها نفس فرع شعرها. شعر مين؟ قوامها اليانع. قوامها اليافع نفس حيويتها. يانع؟ انا قوامي يانع؟ في ايه عزوز؟ ابن عمتها. نعم. خف دمها خضوحها انكسارات وضحها. شوفوا يا اصدقائي انا خدت العنوان بالعافية ابو الزهر من إدارة المستخدمين. مرضوش يدهولي إلا بعد ما عرفوا إن غرضي شريف. مين ده على؟ أنا آخر من يفهم. قول لي من فضلك. أيوة سعادة البيت. مش دي برضو شقة الأنسة يا زوبة؟ مين؟ مش دي برضو شقة الأنسة يا زوبة؟ الأنسة يا حسن. أمال إحنا كنا إيه يا على؟ كنا ايه شغالين درجية. الأنسة مين؟ الأنسة مين؟ الأنسة زوبة مضيفة الطيران. هما بصراحة ادوني العنوان ورقم المنزل بس ما ادونيش رقم الشقة لأنه ما كانش موجود في الدوسيه. بس أنا لا يمكن أخطر أبدا. مستحيل. سي كان بوسيبل. أنا من ساعة ما دخلت من باب الشقة وريحة البرفان اللي بتحطه الأنسة زوبة هاف عليا جدا وفاجئ جدا وبالتحديد من من الأوضة دي. اطلع برا الأوضة دي. كفاية بقى. تعال والله تعال. تعال يا أستاذ. أنا أجزم وأحدد وأقرر إنها موجودة في نفس الشقة. إيه ده؟ إيه ده؟ يا سلام يا سلام يا سلام. ونعم التربية ونعم الأخلاق. إيه ده؟ يا سلام يا سلام يا سلام. يا رب انا تعبان. انا انت بتبيع منبوزيا. انت عاوز مين يا استاذ بالظبط؟ ارجوك سعادتك ما تستعجلش على رزقك لانه كله جاي في الحديث.
بصراحة أنا رأيتها حطيتها تحت المنظار اختبرتها. إيه ده؟ يا سلام يا سلام يا سلام. حلوة أوي ده. ميرسي يا رايق. ميرسي يا حبيبي. ميرسي يا عسل. ميرسي أمك عسل. ميرسي يا شرطة. ميرسي يا حلاوة. ميرسي يا حبيبي. ميرسي يا عسل. ميرسي يا رايق. ميرسي يا حبيبي. ميرسي يا رايق. ميرسي قطع نفسي. ميرسي. في الواقع هي إنسانة شيك جدا وحساسة جدا ومرهفة الحس والشعور. وإيه ده؟ يا سلام يا سلام يا سلام. احنا معانا طبق يا رايق. ميرسي يا حبيبي. ميرسي يا عسل. ميرسي يا بطاطا. ميرسي يا جميل. ميرسي يا رايق. ميرسي. ميرسي ميرسي. هي زي ما قلت لحضراتكم إنسانة شيك جدا وحساسة جدا وطعمة. واخد بالك من كلامي يا أستاذ؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. قول لي من فضلك اكسكيوز مي، هي فين؟ طب قال له مفاجئ. هي فين؟ هي فين؟ تصلنا مفاجئ. قولها مين؟ ما تقولهاش اي حاجه اطلاقا، لان انا مانيش جاي لها هي، انا جاي لكم انتم، لان انا اعرف ان في العائلات العظيمه ذات الماضي والاصل العريق تكون الكلمه فيها دائما للرجل والرجل فقط. فانا بصراحه عايز رايكم انتم الاثنين بلا اي خشه ولا اي احراج ولا اي كسوف. ايه رايكم فيا؟ اهلا. حضرتك جاي علشان تعرف راينا فيك بس. ارجوك سعادتك ما تستعجلش، لان انا مستعجل اكتر منك ومعايا كل المستندات الخاصه بذلك. شوف سعادتك، انا معايا هنا دوسي، الدوسي ده فيه كل البيانات الخاصه بيا. تي شوفوا. تي شوفوا. شوف ساعتك، الدوسي ده في كل الدوكيومنتس الخاصة بيا. كل ايه؟ كل الدوكيومنتس. شوف ساعتك، كل المستندات الخاصة بيا بكل تأكيد. هتجد ساعتك هنا شهادة الميلاد بتاعتي، هتجد صوري من أسامة كنت طفل لغاية ما كبرت ونشأت وترعرعت، يضاف إلى ذلك كمان جميع تقارير مرؤوسية بيا. التقارير دي كلها بدرجة امتياز، ديستنكشن. ألخص لكم بقى الموجود في الدوسيه ونبدأ أولاً بالاسم. أيوة بيه الاسم بقى. أنا اسمي ممدوح شرف الدين، مواليد جاردن سيتي 49. يا أهل يا أهلاً. الوالد اسمه جاردن سيتي. ما تغلطش يا عزوز، ما تغلطش في الراجل. الوالد اسمه 49. لا يا أستاذي، هي جاردن سيتي بمعنى إن أنا من عيلة محترمة جدا. أنا دراساتي كلها كانت في مدارس أجنبية. أنا واخد دكتوراه في المحرك النفاث من لندن. مرتبي بيصل في الشهر حوالي 300 جنيه. ده طبعا غير الحوافز. غير إيه؟ غير الحوافز. حوافز؟ إيه الحوافر دي؟ طلعت إمتى؟ يا أهلا. أهلا يا فندم. يا أهلا. أهلا. إيه الموضوع؟ ساعتك بقى عايز الموضوع بكل حذافيره. خش يا سلام. خش من غير ده، من غير ده جبت لنا عصبي. اتفضل استاذي. اطلاقا ما احبش حد يصادرني وانا بتكلم عن نفسي. نرجع مرجوعنا لموضوع المرتب. ايوه المرتب بقى بيه. انا مرتبي بيصل في الشهر بما فيه الحوافز حوالي 3000 جنيه.
شريح شريح 3000 شريح لا أول مرة أعرف الألف اسمها ساوسن أول مرة الألف اسمها ساوسن إيه مال أم علي بكام بتلهف ثلاثة سوسن بيرمان ثلاثة سوسن أيوة كل شهر يضاف إلى ذلك بقى كمان أنا وارث عن والدتي الله يرحمها حوالي 40 فدان ما بين المعادي وحلوان ببيع فيهم كل يوم فدان أمك اسمها أبو الفدان خش بقى إيه الموضوع أستاذي أنا معايا هنا شهادة ممضية ومعتمدة من 4 دكاترة بتحدد وتقرر إن أنا خالي من جميع الأمراض الوراثية والعائلية وبصراحة بقى مانيش منقوم من هنا لما أعرف إذا كنتم موافقين ولا مش موافقين على إيه بقى؟ بصراحة أنا جاي طالب إيدي الآنسة زوبة ما انا بقول لسعادتك هو يا فندم انا جاي طالب ايد الانسه زوبه حلوه ميرسي حلوه ميرسي مره واحد قبل واحد قال له انت طالب ايد مين قال له انا طالب ايد الانسه زوبه في حاجه ايه اطلاقا شرقان ايه اطلاقا تعبان ايه اطلاقا زوران ايه اطلاقا امال ايه اللي بيطلع ده ولا شيء فيش حاجه اطلاقا ها بيه البيه طالب ايد الانسه زوبه ايوه الانسه يا بيه ايوه طب والعيال العيال يا بيه جم ازاي جم عن طريق ايه عن طريق صلاح سالم يا لا مؤاخذة أصل أخوك غايب 10 سنين في العطارين سعادتك 10 سنين في العطارين أيوة إيه دي بقى أصل البي يعني البي بلا عماد وسهلا اهلا العريس 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 بيمسي 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 على العرسان القدام وبيقول لهم ايه الموضوع سعادتك عايز تعرف الموضوع اتفضل يا سلام يا سعاده البي يا سلام يا سلام لو سعادتك تحس باللي جوايا هاو ات سو فانتاستيك اهلا بيك اتفضل ما انا بقول لسعادتك اهو هاو ات سو فانتاستيك انت عايز زوبه ولا مترين استك انت عايز ايه بالظبط حدد كلامك خلينا نفهم مترين استك اي يا الشكمان تعبان يا سلام يا بهوات يا سلام يا سلام لو تحس باللي جوايا هاوتي سو فانتاستيك يا شغله خلاص خلاص انا فهمت هو عاوز يقول ايه فهمت يقصد ايه بهذه الجمله بقى انت فاهم وانا مش فاهم هو فاهم ايوه وانا مش فاهم يا سلام هو فاهم ايوه انت فاهم ما هو ده اللي ابوه عارفه ايوه عم جاد الله ايوه فيه مات فبقى هو فاهم ايوه وانا مش فاهم يا سلام انت هتفهم عنا انا انا فاهمه انت تفهم ده اه فاهمه طب بيقول ايه بتقول ايه ثانيه واحده قول له بقى انت فاهم طيب اديها ولا يهمك عورت حد ما عورت اديها اوكي خش
أسلحة. تفضل. سيادتك عايز تعرف اللي جوايا؟ أيوه. هاوتي سو فانتاستيك. خلاص في انتهى أنا بقى. ليه؟ في انتهى خلاص يعني لازم أقول. ايه يا بيه؟ ستة قلت ايه دلوقتي؟ How it is so fantastic. هو بيشجع البلاستيك. بس كده. ايه البلاستيك ده؟ ايه البلاستيك ده؟ اي انت جاي لابس اي وجرافة ومتشيك عشان تقول لنا بشجع البلاستيك؟ طب ما تشجع البلاستيك يا استاذ. اي ما انا مالي يا فندم. يا انا عايز الموضوع. الموضوع نفسه. اتفضل بكل تفاصيله. ايوه. طب شوف يا اصدقائي، بصراحه المساله سهله جدا. ايه هي بقى؟ الموضوع في حد ذاته سو سيمبل. مرحب. اهلا. مرحب. اهلا. اتفضل. ما انا بقول لسعادتك اهو. الله. الموضوع سو سيمبل. انا عارف انك من ابو سنبل. انا فاهم. اللي بعد ابو سنبل. ارجوك تركز معايا. اتفضل. لان الموضوع كوندنس. انت غلطت في العنوان. اطلاقا يا فندم. معلش. في الخواجه كرياكو على الناصيه. كرياكو عايز ده بقال. ده بيبيع بقى اساتك. كوندنس. بسطرمة. كل اللي انت عايزه عندك يا رياكو. ها؟ اتفضل يا استاذ. نعم. اتفضل. احنا اللي فينا مكفينا. احنا مش ناقصينك. اتفضل مع السلامة. ليه كده يا سعادة البيه؟ انا مش بيه. عمري ما كنت بيه. اتفضل. ارجوك تفهمني يا استاذ. اتفضل يا افندي. ايه ده؟ ايه اللي اتفضل؟ مش كده ابدا. لا كده. الله. This is too bad. عايز يبات. عايز يبات. احنا بنبات كلنا هنا. كلنا اتزحمت العملية. اتزحمت قوي. ها؟ اتفضل مع السلامة. الموضوع مش كده يا بيه. لا ما انا فهمت الموضوع. اتفضل. لا. لا فهمت كل الموضوع. ابدا. مع السلامة. يظهر بقى الموضوع في ميس اندرستاندينج. ميس. يس. عملتنا ميس. يس. كتر خيرك. ميرسي. انت ضيفي. ميرسي. جزمتك فوق دماغي. ميرسي. بره بقى. يا سعاده البي ارجوك تفهمني. الله مش كده ابدا. ما تحضرنا يا استاذ. يس يس. يس. انت فاهمه؟ انت فاهمه؟ يس يس. الله انا فاهمه ومدكن. انت بتبيعني لده يا حسن؟ الله ما الراجل بيتكلم معاك انت واخدها عافيه. انت بتبيعني لده؟ يوه يوه يا سعاده البيت. نعم. سيادتك تقول لي وانا ترجم للاستاذ عزوز على طول. سيادتك تقول لي بالارابيسك اترجم له بالانجليزي. نايس نايس. يعني سعادتك معايا على الخط. معاك يا بيه. تيتا تيتا. اللي بعتها على طول. اوكي اوكي. يس 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 يس. سامسونايت. يس يس يس. تشتري كلب. ماشي الحال. طب قول حاجه بقى. الموضوع بأي لغة يعني؟ الموضوع بكل أمانة وصدق. الموضوع as mentioned before. عاوز أكل بتفور. بتفور. إيه ده؟ أكل أكل. بتاكل؟ مفيش الفتفور. يا سعادة البي الموضوع مش كده. لأن الموضوع more than rich. عاوز أكل جبنة قريش. جبنة قريش. قريش. بتطلب حاجات غريبة. أساتك. جبنة قريش. مفيش يا أستاذ. اتفضل.
يا سعادة البي أرجوك تفهمني. أنا بفهم بالعربي. وي أكساين عربيك. هتكسر العربيك. هتكسر العربيك. عمل لك إيه العربي؟ تكسر العربي. عمل لك أنتوا كلكم لسانكم تلوع ليه؟ أنتوا كلكم إيدوا أنا فين ليه؟ ليه؟ ما العربي حلو. الراجل البواب يقول لي هارو هارو ايه؟ كلكم بعيدوا، الواحد يغلط يقول له هارد دك. كله العربي هيخلص يا ناس، ده العربي احلى كلام يا ناس. قولوا بالعربي، انت عربي وانا عربي، تكلمني خواجاتي ليه؟ قول الخواجه للخواجه يا راجل يا ناس. ولا نفس ولا نفس تاني. حاجة تغيظ يا اخي. معلش سيادتك عايز تعرف الموضوع؟ ايوه. وي اكساين عربي. يا نهار اسود فوتها فوتها لي سيبه. قول يا بيه. يا سعادة البيه بي كارل بليز، ارجوك تفهمني، انا من ساعة ما شفت زوبة فكري ضاع، كانت بهدل بقى جوايا سارح تايه، بقى جوايا استاذ في هاتف عمال يعمل مظاهرات يهتف وبيقول زوبا زوبا ولا بلاش، زوبا مين ما يحبهاش. زوبا مين يا ابن النكتاش؟ زوبا مين؟ انت جاي تتجوز زوبا؟ انت جاي تتجوز زوبا؟ مفيش غير زوبا. من فضلك لو سمحت رسميات حبتين، اسمها الانسه زوبا. نسيت نسيت شكيتوا الانسه. يا اهلا اهلا يا فندم. انا شرفني جدا رضاكم قبل رضاها. انت زميلها في الشغل بتاع المضيافه ده؟ ايوه. انت بتشوفوا بعض من زمان؟ اثناء الرحله الاولى بس يا فندم، انا كنت في كرو قدام مع المهندسين وهي كانت في كرو ورا مع المضيفين، شجعنا بعض من ساعه ما قمنا من الرحله لغايه ما رجعنا هنا تاني. اه حبيتوا بعض؟ اوه جدا 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 يا فندم، وان شاء الله كده بدون اي مقاطعه هنقضي شهر العسل فين؟ في هنولولو. فين؟ في هنولولو. ايه هنولولو دي؟ هنولولو الحقيقة. انا اعرف بس كنت حضراتكم يعني موافقين ولا مش موافقين؟ اه ما احنا موافقين. ميرسي. بس في مشكلة صغيرة. مشكلة ايه بقى خير؟ مشكلة الاولاد. اولاد ايه؟ اولاد الانسة. انسة مين؟ انسة زوبة. اصلها متجوزة اتنين. مخلفة اتنين يا جدع. مخلفة اتنين يا جدع. طب ويت ويت، انسة زوبة متجوزة اتنين ومخلفة توايس؟ ايوه. مش ممكن، مش معقول، مستحيل. سيتان بوسيبل. طب زي بعض انا موافق. ان شاء الله اكون متجوزه 100 ومخلفه ديشليون. يا ناس افهموني، انا بناسب رجاله، بحط ايدي في ايد رجل. طب والعيال؟ اولاد. ايه اللي عيال؟ مش عيال. شفاطات صغيره. اللهم صل على الرضعه بستلة. تعمل ايه بقى؟ الواد كده يعني تغير مفاجيع قوي. دي مش مشكله ابدا يا سعاده البيت، انا احلها، انا اربي الاولاد دي على حسابي. الله يكرمك. في الملجا، واذا ما نفعش يا فندم على طول على اصلاحيه الاحداث. احداث؟ ايوه. تهذيب ورعايه كامله. العريس عقبالكم. انت جاهز؟ الحمد لله جاهز. جبت مال؟ جبت الشبكة. شبكة؟ ايوه الشبكة. هتلبسها شبكة؟ لازم شبكة في حفل عام كمان. عام مر. اهلا اهلا يا فندم. بس كده وجبت ايه كمان؟ لا يا فندم، عندي الشقة موجودة ومفروشة في مدينة نصر. شقة؟ ايوه. مين؟ صحيح البيت لسه ما اتبناش لكن الشقة اتفرشت. اهلا يا فندم. العريس. عريس. العريس اهو ده. العريس اهو. بالاسم. انا قول لي من فضلك بخمتك ايه بالتحديد بالاذن انا دي؟ هو بيقول لسيادتك يعني
ثانية واحدة. آه ها ها إكسكيوز. آه ها ها أوف كورس. إزيك يا عريس؟ أهلا. بتحب زوبة؟ جدا. عاوز تتجوزها؟ يا ريت. مصمم؟ طبعا. بالإذن أنا؟ ناس طيبين جدا وبسطاء وأحوالهم على السليقة، لكن زي بعض وأحوالهم دي ممكن تتغير. يا أهلا. أهلا. يا أهلا. أنت اسمك إيه؟ أنا يا فندم فنساه. أنا ممدوح. أيوه منور يا مدبوح بيه. قولي يا أستاذي. إيه يا فندم؟ أوعى تكونوا جايبين لي بطيخ. إيه؟ بطيخ. لا مؤاخذة، إيه البطيخ ده؟ بطيخ يا بي. أيوه إيه البطيخ ده؟ آه بطيخ تلاقيه منفوخ وزيتي من برا. منفوخ وزيتي من برا. ايوه زيتي من برا ومتعور من جوه. البطيخ. بيطيخ. هو بقى اسمه بيطيخ. بيطيخ. انا كنت سايبه من 10 سنين. بطيخ. بيطيخ بقى. بيطيخ. بيطيخ بقى. ما تحبش البيطيخ؟ حبش البيتيخ. ليه بقى؟ أصله بيتعبلي الغيليز. آه عندك الغيليز؟ عندي الغيليز. أهو ده حنشيلهولك خالص. ميرسي أوي. غليظ إيه اللي هيقف قصادنا ده يا ميرسي يا فندم. مفيش داعي تلقى غير البيتيخ. لا ده لازم. لازم ليه يا فندم؟ أصل دي تقاليد العيلة. آه قصدي سعادتك تراديشنز. كلمة كده ولا كده؟ فاهم؟ افهمني يا بيه. انا فاهمك كويس. دي تقاليد يعني مراسيم بالعربي يعني فرح. الفرح. مراسيم. مراسيم عينيا مراسيم وخربت توبتنا مراسيم. يلا. ناس طيبين جدا بس عندهم شوية عنف. مش مهم كله عادي. اهلا يا بيه. اهلا يا بيه. ازيك يا بيه؟ يا مرحبا يا مرحبا. اهلا يا بيه. اهلا يا فندم. ما قلتليش بقى يا بيه. نعم. سيادتك اسمك ايه؟ انا. ايوه انا ممدوح. اهلا يا منفوخ بيه. ازيك يا منفوخ بيه؟ قول لي من فضلك. ايوه هو ده علشان ايه؟ ده عشان السجق. سوسيس. يس. ده من ضمن المراسيم. نايس نايس. اها مراسيم يا عنيا مراسيم. احوال غريبه جدا ومتطوره. منور يا مسلوخ بيه. انا فهمت بقى يا استاذي. انت وزر جايب لي خروف تذبحوه. مش خروف ده، تيس صغير. تيس. ما شاء الله ونعم الناس ونعم الاخلاق. ايه الكرم ده كله؟ ايه الجوده دي كلها؟ ما شاء الله. وحياتك يا سعاده البيت، ما تنساش من فضلك تحجز لي حته من العكاوي. من ايه؟ من العكاوي. من العكاوي. تحب العكاوي؟ حب العكاوي جدا. بالعيد اذا لقينا عكاوي. يا سيدي لقيت ما لقيتش مش مهم ابدا. اهلا وسهلا يا اهلا. يا حسن هتلبوضة يا حسن. لا لا وهتلبوضة تعالى اوهب يا ابو علي. وهتلبوضة تعالى اوهب يا حسن. يا حبيبي هات البضاعة يا ابو علي. قوم يا بضاعة. أمي يا بضاعة. أمي يا بضاعة. أمي يا بضاعة. يلا يا بضاعة. يلا يا بضاعة. أمي يا بضاعة. أمي يا بضاعة. يا بضاعة. يو يا بضاعة. أمي 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 يا بضاعة. مين يا فندم لبضاعة؟ سيادتك يا بضاعة. أنا لبضاعة. أيوة. أروح فين؟ كلم أختك. اختك مين؟ اخت ريا. وما سعادتك مين؟ انا سكينه. وانا مين؟ انور وجهي. انا انور وجهي. ايوه.
شاء الله خير. تعب تعب دي تيخ. اجي انا. حلو قوي. دايما بتلعبوا اللعبه دي قبل ما تتجوزوا؟ هذا اخر مره. ليش معنا؟ احنا في اللومان بكره حاجزين هناك. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المباحث انت بتضرب لي التليفون ليه يا ولد؟ تحللنا المصيبه اللي عملتها الكارثه. اتحلت الامضاءات والاقرارات خلاص. هي مشكله ولا ايه؟ ولا مشكله؟ انا بحبها يا ماري سويا. انا اللي عملتها، انا اللي صنعتها، انا اللي طيرتها. الاستاذ يشهد بيني وبينكم. تحت امرك يا فندم. استاذ انتوا تعرفوا بعض؟ نعم. الأستاذ ممدوح شاركس جاردن سيتي. هاو دو دو يا أصغر؟ هاو دو دو سي. أستاذ مرتبه في الشهر 3 سوسن. هاو دو دو يا أصغر؟ هاو دو دو. البيجا يطالب إيد الأنسة يا زوب. أنا أقطعه. نعم؟ أنا أشرعه. ليه كده؟ إيه يا ولدي بقى؟ أنت راجل دوختني وراك من كل. إيه الجزرة دي؟ يا سعادة البيه، قلت لهم هتعمل إيه لزوبة بنتي؟ أيوه. سعادة البيه القمر ده، القمر العسل ده، هيكتب كل املاكه لزوبه. زوبه هتتجوز البيه ده العريس يا اخويا. باركوله بقى. هيكتب ايه؟ كل املاك. العريس. ايوه. العريس اهو. بس يا بيه، بس يا بيه بيهزر معاك. عريس ايه؟ عريس هتتجوز زوبه، هيكتب لها كل املاحه. يا اهلا. اهلا بالعريس. ابقى قابلني. زوبه مش خارجه من هنا يا اخوانا. بأمرة ايه يا اخويا؟ بأمرة انهم ابني ومراتي. واسمعوني بقى، انا ما عملتش حاجة غلط. انا ما عملتش حاجة غلط يا افندي. انا كل اللي عملته ان انا جيت، ان انا عشت. ده مش بايدي انا، ده بايده هو. بس انا ما كنتش في بلاد بره بتفسح. انا كنت بحارب، جيت ما لقيتش حاجه. لهفوا كل حاجه، لهفوا بيتي ومراتي وابني وهدومي. لهفوا مراتك؟ ايوه سيدي، ده جوزها الاولاني. يا سلام يا سلام يا سلام. انت قطع. لسه شفت حاجه؟ ده وجع لي وسط من الصوت. انا يا بيه. ايوه يا فندم. انا بقى ايوه جوزها الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام. قول لي يا ندر، انت مامتك اتخضت فيك يا اخويا؟ وان شاء الله ده هيبقى جوزها الثالث. اخرس يا فلوكس. صبح حر. زوبة بنتي وحجوزها اللي يعجبني. زوبة حرة. بس كفاية بقى، مش معقول اللي بيحصل ده. الحل ان احنا نسيب البيت ده الزوبة والاولاد وكلنا نمشي من هنا. محدش ماشي من هنا، انا اللي همشي من هنا. عزوز انا مخدكش يا عزوز. جوازي من حسن ما كانش خيانة ليك. ربنا مديني حق ما تمنعوش عني. انا اتجوزت حسن لاني ما كنتش اقدر اعيش طول العمر وحيد. وانت يا حسن، انا متشكره قوي على الايام الحلوه اللي قضيتها معاك. متشكره على اخلاصك وحبك ليا ولزيزو والحسون. استاذ والدي، انا دايما بشوفك راجل كبير وعظيم. ايوه انا فعلا راجل عظيم، بس امك دبستني. انا عارفه ان انت ضحيتي كتير علشان، لكن ما تفرديش عليا حل انا مش عايزاه. ده مش مستقبلي، ده مستقبل ولادي. قلبي معاك يا ضنايا. هنعمل ايه؟ حضرتك مين وجاي ليه؟ انا ممدوح شرف الدين وجاي اتجوزك. طب اعمل ايه؟ انا عارفه ان الحل صعب،
والاختيار أصعب من الحل. أنا مش بختار بين حسن وعزوز، أنا بختار بين ولادي زيزو وحسونة. بس ده مش ذنبي، مش ذنبي، ده قدر، وحدش فيكم بيقدر يهرب من قدر. أنا بكيت مرة لما قالوا لي عزوز مات، وبكيت مرة تانية لما عزوز رجع تاني بعد ما اتجوزت حسن وخلفت زيزو. يا ترى اتكتب عليا أعيش بيت عمري بين الدموع؟ طب أعمل إيه؟ أحل مشكلتي إزاي؟ حد فيكم عنده حل؟ أرجع لعزوز؟ أرجع لعزوز؟ أخليني مع حسن؟ أخليني مع حسن؟ ولا أخد ولادي وهج؟ أنا عاوزة حل، عاوزة حل، عاوزة حل.